هي ذكي صباح الخير. فترات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. طيب هنبدأ مع حضراتكم كده الحلقة زي ما احنا متعودين بموضوع كل حلقة بيكون مختلف. موضوعنا الحقيقة النهاردة يعني الآراء اختلفت حوله، الجواز عن حب أفضل ولا الجواز التقليدي أو زي ما بيطلق عليه جواز الصالونات. الحقيقة الموضوع ده يعني في آراء كتير قوي، ناس تقول لا جواز الحب طبعا هو الأفضل وهو الجواز الأسلم عشان تنشأ علاقة جميلة وعلاقة أسرية لطيفة عشان الأولاد كمان تتربى في جو أسري مليء بالحب. في ناس تانية تقول لا الجواز التقليدي أو جواز الصالونات أحسن لأنه جواز مبني على العقل ومبني على الحسابات العقلانية اللي بتؤدي لدوام واستقرار الأسرة. طيب هل ده أحسن أو ده أحسن؟ الحقيقة أنه مفيش قاعدة، الموضوع ده ملوش قاعدة. كل كمان يعني كل علاقة أو كل بيت ليه ظروفه وليه حيثياته وليه مبادئه، كل شخص ليه شخصيته، ليه القياسات اللي بيقيس عليها الحاجات اللي عايزها عشان إن هو يفكر في شريك حياته. احنا بنتكلم على الجواز الحقيقة يمكن هي علاقة وإحنا داخلينها كده لازم نبقى عارفين إن إحنا داخلين في يعني رباط غليظ ووثيق، لازم نبقى فاهمين إن كان بقى عن حب أو إن كان زواج تقليدي، لازم نبقى فاهمين يعني إيه أصلاً جواز، يعني إيه علاقة أسرية، يعني إيه بنبني بيت. ده كده خلينا نقول ده إيه الأساس اللي لازم نفكر فيه قبل ما نفكر هو الجواز عن حب أفضل ولا جواز التقليدي أحسن. طيب ايه الفرق بين ده وده؟ اعتقد بما اني لسه بخطش هذه التجربه ولكن خليني يعني اشارككم رايي انه الاثنين العقل والقلب لازم يكونوا مع بعض. مين قال ان العقل والقلب بيختلفوا؟ بالعكس احيانا العقل والقلب بيتفقوا كويس جدا، وده بيبقى افضل حال الحقيقه. مش شرط ان انا عشان اكون بحب شخص ان انا اتنازل عن العيوب، كلنا فينا عيوب، مفيش حد فينا فيهوش عيوب، لكن لازم نعرف نختار زي ما احنا بنختار المميزات وبنقول عايزين شريك الحياة يكون في واحد اتنين تلاتة، لازم كمان نبقى عارفين من خلال شخصياتنا احنا ايه العيوب اللي احنا بنختارها، ايه العيوب اللي احنا نقدر نتعايش معاها، ايه العيوب اللي ما نقدرش نتعايش معاها ونتعامل معاها. في واحدة ممكن تقول مثلا انا ممكن اتحمل الرجل العصبي والغيور لكن لا أتحمل مثلاً الرجل البخيل. في واحدة ممكن تقول لا أحتمل الرجل الحريص لكن ما أحتملش مثلاً رجل عصبي. في حد ممكن تقول أنا ممكن أتحمل رجل طموح ومشغول طول الوقت في الشغل بس كريم. في واحدة تقول لا ممكن يكون حريص شوية بس يكون معايا في البيت. ناحية التانية في رجل ممكن يقول شكلها، أسرتها، مستواها المادي، لا مستواها الفكري، لا مستواها الاجتماعي. حسب كل واحد لازم يختار كويس قوي هو عايز ايه وما يقدرش يتعايش مع ايه او ايه العيوب اللي ما يقدرش يتعايش معها. فبالتالي نشوف بعد كده بقى موضوع القبول مبدئيا، ثم يجي بعد كده موضوع الحب. حقيقة الدراسات العلمية اثبتت، الدراسات المتعلقة بعلم النفس اثبتت ان فكرة الحب والتعلق الشديدين دول علميا ان هي بتستمر فقط لمدة أقصاها 3 سنين فقط، الباقي بيبقى مودة، عشرة، تعود،
خلاص. وفي حد تاني يقول لا انا ما اقدرش ادخل التجربه دي من غير ما اكون بحب الشخص اللي قدامي جدا. وبعد كده تيجي بقى الامثال بتاعت مرايه الحب عاميه وما الى ذلك. ف بمنتهى البساطه لما نحب حد، على فكره في اي علاقه مش شرط علاقه الزواج، لازم نبقى عارفين الشخص اللي قدامنا، شايفينه بعين يعني عين العقل معاها القلب، عشان نعرف نحدد الشخص ده هنقدر نكمل معاه مشوار الحياه ولا لا. لازم الاتنين يبقى فيه موازنه وفيه موائمه ما بين العقل والقلب. ما ينفعش حاجه عقلانيه بحته، وما ينفعش حاجه بالقلب بشكل بحت وبشكل كامل وما فيش فيه اي تفكير حتى العقل ان انا هقدر استحمل ولا لا. دي حياه، احنا بنختار عيله تانية، يعني اسرتنا الاسره اللي احنا عايشين معاها دي اسره ما اخترناهاش، واحنا ضامنين ان هم بيحبونا بدون اي شروط. لكن الاسره او الشخص اللي انا ببني معاه اسره جديده، اولا انا ببني عيله جديده، ما ينفعش ابقى داخله على اساس انه سواء رجل او سيده، يعني ما ينفعش ادخل على اساس انه والله لو ما عجبنيش الموضوع همشي. اعتقد دي نسبه كبيره او سبب كبير جدا من اسباب زياده نسبه الطلاق. لا، احنا داخلين على اساس انه ان شاء الله ربنا يكرمنا، اكيد هنقابل مشاكل بس هنتحملها مع بعض وهنتجاوز عنها مع بعض. لازم نبقى ده الروح اللي احنا داخلين بيها. ثانيا، هيبقى في اولاد وفي اطفال، الاطفال دي هنأثر فيهم بشكل كبير جدا. تأثير ده مش هيتوقف عندهم، هيشمل كمان اللي حواليهم، وهم كمان هيكبروا ويبنوا اسر تانية. فلازم يكونوا متربيين تربيه سليمه وناشئين في بيت يعني متوازن، عشان اقدر اطلع اشخاص سويه نفسيا، تعرف تتعامل مع البني ادمين، تعرف تفهم وتعاير الصح والغلط، ايه اللي صح وايه اللي ما يصحش. فاعتقد انه الموضوع مش موضوع زواج عن حب او زواج تقليدي، ولكن هي لازم موائمه وموازنه الحقيقه. على اي حال، هعيد لحضراتكم السؤال مره ثانيه، انتوا بتفضلوا ايه اكتر؟ وجهه نظركم ايه؟ الزواج عن حب افضل ولا زواج التقليدي او زواج الصالونات؟ وقولوا لنا كمان ليه، قولوا لنا تجربتكم، لو لسه ما جربتوش انتوا شايفين ايه. على اي حال، يعني هي روشتة موجوده ربنا قال لنا عليها، الموده والرحمه، ونبقى سكينه لبعض، وكل شخص يقدر يوفر للي قدامه السلام النفسي والراحه النفسيه والثقه والالفه، عشان نقدر نكمل مع بعض. بلاش نقف على الوحده لبعض، ايا كان نوع الزواج اللي انتوا بتفضلوه. انا ده رايي المتواضع. على اي حال، مستنيه راي حضراتكم، ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم اللي نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر. عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي خلينا نروح لزميلتنا لميا حمدين عشان تعرفنا على اخر اخبار الطقس في القاهره والمحافظات. لميا، صباح الخير عليكي. صباح الخير عليكي جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. خلونا مشاهدينا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. الطقس هيكون النهارده بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، وفي النهارده كمان فرص لامطار خفيفه قد تكون متوسطه على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وفي فرصة لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وجبل سانت كاترين النهاردة، وكمان درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 18 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 26 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 13 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. كالعادة بنبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها افتتاح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس للمرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات في المنوفية. وقال سيادته إن منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة، وإنه تم تطوير نظام التغذية المدرسية من خلال تقديم وجبة صحية طبقا لمواصفات برنامج الغذاء العالمي. خلينا نتابع جزء من كلام سيادة الرئيس ونرجع لحضراتكم على طول. أنا عايز أقول لك إن إحنا لما اتكلمنا على الوجبات المدرسية من 4 سنين تقريبا، كان العدد المستهدف عدد معين. دكتور، لما اشتغلت أنت قلت لي إحنا لقينا نفسنا السنة اللي فاتت زدنا 2 مليون من 13.5 مليون طالب ل 15.5 مليون. طيب، والمدارس زادت من 31 ألف مدرسة ل 33 ألف مدرسة.
وممكن العدد يزيد عن كده، ممكن العدد يزيد عن كده. ونفس الكلام انا بقوله لك دلوقتي، بالمناسبه الكميه او الـ الـ المشروع بالطريقه ديت هيغطي مش نسبه كبيره من العدد السكان، لان في شركات قطاع خاص شغاله 12 شركه فندم شغالين معانا وشغالين بس احنا بنتكلم على ان احنا اذا كنا بنحقق عايزين نحقق توازن في اسعار المنتجات اللي هي الاغذيه بالذات لكل المواطنين بكل شرايحها، فاحنا محتاجين يكون عندنا عدد اكبر من الكميات المطروحه ديت، وده امر درسوه. حاضر. بس احنا بنقول كده ليه؟ لان انت النهارده لما بتلاقي مثلا في نقص او معروض، نقص معروض في وقت معين، فالنقص ده لو كان في عندنا منتجات، المنتجات دي بتقعد بالشهور في المحفوظه ما فيش فيها مشكله ومعموله طبقا، واحنا دايما واحنا بنتكلم بنقول ان اي حاجه هتتعمل هتتعمل طبقا لمعايير الصحه العالميه وسلامه الغذاء، مش كده؟ وهي سلامه الغذاء، فده موضوع ما فيش فيه كلام. يعني حتى الشركات اللي داخله في التغذيه المدرسيه، عشان الكلام بقوله لكل الناس تسمعوا معانا، معمول حساب ان لا يمكن الشركه دي بيتم اقرارها ويتم التعاقد معها الا اذا كانت سلامه الغذاء تقر بان هي حققت المعايير، مش كده يا وليد؟ مظبوط يا فندم. احنا هيئه سلامه الغذاء حتى المخازن اللي هي الوسيطه ما بين المصانع وما بين المدرسه بتقرها سلامه الغذاء. احنا حاليا في 34 مخزن، وكان معالي دوله رئيس الوزراء حاليا بنعمل 94 مخزن مستقبلي بتتوسط مديريات التربيه والتعليم، عشان نقدر من خلالها نكمل منظومه الحوكمه والميكنه اللي عملناها للمنظومه. اللي انا بقصده هنا اللي بقى عايز اطمن بيه اهالينا اللي اولادهم في المدارس، ان المنظومه بفضل الله سبحانه وتعالى مستقره ومؤمنه، ومفيش فيه مشكله في الكلام اللي كان قبل كده يعني بيتقال، لا مفيش كلام من ده. النهارده بنحاول ان التغذيه ديت حتى من باب عناصرها الغذائيه تبقى مناسبه للمراحل السنيه اللي بتقدم لها. يعني طبعا احنا كنا بنتمنى ان التغذيه تبقى احسن من كده كمان، او مش احسن يعني اكتر شويه. سيادتك كنت امرت ان احنا نزود الفلوس المخصصه كمان للتغذيه السنه دي، ومعالي دوله الرئيس يعني الحقيقه مش كده نزود فاحنا يعني عايزين نحسن يعني تمام. يعني مش باكو بسكوت بس، مش ان شاء الله فندم. احنا مع افتتاحات سيادتك النهارده هيخش معانا عناصر الالباني اللي موجوده في مصنع الالباني، سيادتك هتشرفوا بالافتتاح باذن الله. طيب يعني احنا هنوزع عليهم يا فندم ان شاء الله من معلبات الالباني. المصنع الجديد ده فندم طاقته 200,000 طن، منهم 120,000 طن البان والباقي جبنه. طب ده معناه ان احنا عشان بس الخبر ده معانا الاعلاميين وكده تمام يا فندم، فاحنا على الهواء دلوقتي، يعني معناه ان احنا هنبعت هنوزع على بالظبط على جزء يا فندم. احنا الشركه هنا في النهايه هي بتمثل 18% بس من منظومه التغذيه، الباقي كله احنا بنجمعه من القطاع الخاص وتحت اشراف هيئه سلامه الغذاء زي ما سيادتك قلت. فاحنا هيبقى في جزء من الانتاج هنا هيغطي جزء بس من المحافظات، مش كل المحافظات، اللي هو العلب الالبان، المحافظات القريبه من مدينه هنا فندم عشان يسهل توزيعها. طيب ما تشوفوا اذا كان يعني حتى يبقى يعني ايه، يبقى اللي ما نديلوش كله ما نحرموش كله. لا احنا بنستعوض ده باصناف ثانيه، يعني ممكن عشان نحافظ على كميه السعرات اللي اقرتها وزاره الصحه قبل كده اللي هو حوالي 400 سعر للطفل، احنا بيبقى في جزء مثلا بسكويت بعجوه كلام من ده عشان نقدر نوازن السعرات الحراريه والفيتامينات اللي داخله للطالب، بحيث احنا نوصل له في النهايه 30% من احتياجاته اليوميه. يبقى هنرجع بقى القهوه اتشيله تاني تمام. ارجو ان انتوا تدرسوا ان الكميه دي تزيد يا دكتور، دكتور علي، يعني عشان المشوار بياخد وقت كبير قوي قبل ما تخلصوا، بياخد له سنتين ثلاثه تمام، وبالتالي عقبال ما تاخد توصل لده هنكون زدنا 5 مليون، مش كده؟ هنكون زدنا 5 مليون ولا ايه؟ تمام يا فندم، معدل الزياده السنويه من فضلكم يعني 2 مليون بتاعي. انا بشكر كل اللي طبعا العاملين في المشروع، ونكمل نكمل عشان نحقق اللي احنا عايزينه، متشكر جدا. في نفس السياق وخلال مداخلة سيادة الرئيس أمس خلال الافتتاح، قال أطمئن الجميع بأن السلع موجودة ومفيش فيها مشكلة، والأزمة اللي مرت علينا خلال 4 شهور إن شاء الله ما تجيش تاني، ونكمل طريقنا بشكل أفضل مما كنا عليه.
فانا بس عايز اطمن الموضوع يعني الموضوع يعني السلعه موجوده ومفيش فيها مشكله ولا اي حاجه، والازمه اللي مرت علينا خلال الثلاث اربع شهور اللي فاتوا دول ان شاء الله مش حت ان شاء الله ما تمشي ما تجيش تاني، ونكمل فيها بشكل نكمل يعني طريقنا بشكل افضل من مما كنا عليه. تاني ارجو ان احنا موضوع يعني الكلام على توفر ممكن يعني عشان برضو يبقى غطيت الكلام كله، يقول لك ايه بس الدكتور علي مش قادر يسيطر على الاسواق. طيب يعني وده كلام مهم يا دكتور علي. مش في البرلمان كلموك في النقطه دي وقالوا لك يعني طيب ما هم، وده كلام مهم صحيح لان في الاخر المواطن هو اللي بس عايز اقول لكم النهارده يعني ده بيتكلم عنده هو تبعه هو 20 30 الف منفذ مش كده؟ غير منافذ بتاعه القوات المسلحه ووزاره الداخليه، يعني لو حطيت دول معاهم كمان يمكن يخش لهم في 35 40 الف منفذ. ده عشان يحاول يخفف من حجم الازمه الكبيره اللي احنا بنتكلم فيها على مستوى العالم. لكن ما حدش يتصور ايه يقول لك احنا بنخش محل نلاقي هنا بثلاثة ونلاقي من المحل ده بثلاثة ونص. صحيح ده صحيح، بس ده امر يعني لو انتوا النهارده تصورتوا ان احنا ممكن كدوله، انا صادق معاكم، سواء وزاره التموين او وزاره الداخليه تقدر تقوم بدور في انها تعمل تسيطر على ده صعب. لكن احنا كمواطنين لو لقيت المحل ده غالي ما اشتريش منه، ونبقى اديناهم الدرس انك انت ما دام بتغلف اسعارك اكتر من غيرك بلاش منها خالص. ايضا تحدث امس سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خطه الدوله لزياده الانتاج المحلي من زيت الطعام، وقال سيادته اننا بنستورد 2.5 مليون طن زيت طعام، وان هذا الرقم يمثل نسبه 90% من حجم احتياجات الدوله، عشان كده احنا شغالين في خطه لزراعه 52 الف فدان فول صويا، العام القادم 500 ألف فدان فول صويا لزيادة حجم إنتاج الزيت، وعشان الفلاح المصري يستفيد بدل ما بنشتري من بره. نيجي بس لموضوع الزيت، وأنا عايز أقول لكم إن إحنا تقريبا كنا بنتكلم في الموضوع ده إمبارح يا دكتور مصطفى، وبنقول إن إحنا بنستورد بـ 2.5 مليون طن، مش كده يا دكتور علي؟ طبعا. وده أكتر من 90% من احتياجاتنا. لكن إحنا يعني شغالين في خطة بنتكلم في 250 الف فدان فول صويا دلوقتي، والسنه الجايه ب 500 الف 500 الف فدان صويا عشان نزود حجم انتاج الزيت من الفول الصويا المحلي، وعشان الفلاح المصري يستفيد من ده بدل ما احنا نشتري من بره. شوفوا يعني ما تنسوش ان البلد في خلال 30 40 سنه زادت بنسبه كبيره جدا جدا عدد السكان بتاعها، بس احنا كمان في الوقت ده الدوله ما قدرتش تعمل خطط وتنفذها تجابه بيها هذا النمو الكبير. يعني الدكتور علي بيقول لي احنا كنا 1.4 من 10 ساعة تخزين، احنا المفروض يبقى اكتر من 6 مليون طن عشان الذره والرز والقمح، مش كده يا دكتور علي؟ طبعا. بغض النظر عن خطه استخدامهم كصوامع. وخلال حديثه ايضا تطرق سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للعلاقات مع الدول الشقيقه، وقال سيادته ان مصر تقدر علاقتها الطيبه مع الاشقاء ولا تقبل الاساءه او الانسياق وراء الفتن، وان سياسه مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج. بوجه الشكر لكل العاملين، وبهنيهم كمان على الموسوعه وعلى الرقم، وارجو ان احنا يبقى دايما دايما بنحقق ارقام عظيمه وتقدم كبير في كل المجالات. يعني انا بس في موضوع عايز اتكلم فيه وارجو ان احنا كمواطنين وحتى كاعلاميين المسؤولين عارفين اللي انا هقوله ده. احنا سياسة مصر دايما سياسة بتتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل وفي الخارج، وبالتالي انا عايز اقول ان انا
بتابع مواقع التواصل وبشوف ان ساعات بيبقى فيه يعني حماس زياده او حتى مش عايز اقول تجاوزات يعني في الكلام وفي كده. انا بتكلم على مش بتكلم على موضوعات محليه، انا بتكلم على موضوعات خاصه بعلاقتنا مع اشقائنا، وده امر يا جماعه ننتبه ليه كويس. ارجو ان احنا نخلي بالكم، ده بتعكس مدى فهمنا ومدى تقديرنا للعلاقات مع الاشقاء، وبالتالي لما يبقى في موضوع يتم تداوله بدون اساس. بدون اساس يعني ايه؟ يعني ملوش خلفيه. احنا بنقعد ونتكلم ونقول يعني امور قد لا تكون لها اساس من الصحه بصراحه. طب ليه؟ طب احنا هنمشي ورا بعض المواقع المغرضه اللي عايزه تعمل فتنه بيننا وبين الاشقاء؟ اقل حاجه نعملها ان احنا نسكت. ما كناش نقول كلام طيب فاحنا نسكت. الكلام ده بينطبق مش بس على كده، حتى على وسائل اعلامنا اللي احنا ما بنتدخلش فيها. وبجانب كمان افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز أمس، كان في مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة الأخرى، منها متابعة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لمشروع العلمين للتكرير والبتروكيماويات، كمان العمل على وضع خريطة طريق لتيسير إجراءات إصدار تراخيص مصانع الأدوية. تفاصيل وأخبار تانية كتير هنتابعها مع حضرتكم في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة موقف مشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات والمقرر تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة باستثمار أجنبي مباشر. وأكد رئيس الوزراء دعمه الكامل للمشروع وأنه هيكون على قمة أولويات المشروعات اللي هيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. كمان امبارح تابع رئيس الوزراء عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ المشروعات اللي بتستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها ركيزة رئيسية في تقدم العديد من القطاعات وضمانة أساسية لمواكبة التطور نحو المستقبل. امبارح برضه التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وده لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة. وجه الدكتور مصطفى مدبولي بعقد اجتماع خلال الفترة القليلة المقبلة بهدف وضع خريطة طريق لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، مع تحفيز هذا القطاع على التصدير للأسواق الخارجية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بما تشهد العلاقات بين القاهرة وعمان من تطور مستمر وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأكد مدبولي ضرورة مواصلة جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي وتعميقها بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين في إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وأهداف استراتيجية. أيضا في جولة المحافظات كان معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، منها تسليم 888 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في بورسعيد، وإطلاق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والسلع الأساسية في الوادي الجديد، أيضا تنفيذ 267 فعالية ثقافية وتوعوية بقرى حياة كريمة في الشرقية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من بورسعيد اللي بتتواصل فيها تسليم وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء مشروع 9000، وحتى الآن تم الانتهاء من تسليم 37 عمارة لمستحقيها بإجمالي حوالي 888 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمسطح 90 متر.
في الوادي الجديد تم إطلاق مبادرة لخفض أسعار اللحوم والسلع الأساسية، وده بطرح الوحدات المحلية اللحوم الطازجة بأسعار تتراوح بين 145 و 150 جنيه للكيلو الواحد، وده من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة. في جنوب سيناء بدأت الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق نظام طب الأسرة في مركز طب أسرة المنشية بمدينة طور سيناء، واللي تم إنجازه على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة حوالي 30 مليون جنيه. في أسيوط تم الموافقة على 500 طلب تجديد ندب أو إعارة أو أجازات متنوعة للعاملين بمديرية الشؤون الصحية، وده مراعاة للبعد الإنساني ليهم ولظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة وتسهيلاً على العاملين والموظفين بكافة القطاعات المختلفة. في كفر الشيخ بيتم تنفيذ أعمال تطهير وتعميق بحيرة البرولوس اللي بتعد أول البحيرات الطبيعية من حيث إنتاج الأسماك وثالث أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة، وتعد أيضاً مصدر أساسي للثروة السمكية، وبتسهم أعمال التطوير والتعميق في زيادة كمية الأسماك وتنوعها في البحيرة. في مطروح تم الموافقة على تخصيص 500 ألف جنيه لإقامة شوادر ومعارض لبيع السلع المخفضة للمواطنين بنسبة تخفيض تصل من 20% لـ30%، وده ضمن جهود تخفيف العبء عن المواطنين مع توفير المزيد من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، خاصة مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك. في البحر الأحمر انطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال شهر فبراير الجاري، واللي بتتكون من 8 قوافل علاجية بتطوف القرى الجبلية والمدن للكشف الطبي وصرف العلاج والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر للمواطنين مجاناً. في الشرقية شهدت قرى حياة كريمة بمركز الحسينية تنظيم 267 فعالية في 11 قرية تضمنت مشروعات فنية وثقافية ومعرفية متنوعة هدفها إحياء وتعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي. مشاهدينا نسيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر المستمرة من 7 ل 10 صباحا. لكن قبل الفاصل خليني أفكركم مرة تانية بسؤال حلقتنا اللي معانا النهاردة، وهو رأيكم إيه؟ بتفضلوا أو شايفين أن زواج الحب أفضل ولا الزواج التقليدي أو زواج الصالونات أفضل؟ مستنيين إجاباتكم. نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم عشان نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية هتعرض فيلم أنت حبيبي بمناسبة ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية. يعقب العرض ندوة حول الفيلم بيديرها المخرج أشرف فايق المشرف على النشاط السينمائي بالصندوق، وفي نفس التوقيت بيعرض الفيلم بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وسينما مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة. النهارده هتبدأ جامعة حلوان في تسكين الطلاب بالمدن الجامعية استعداداً للفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء أعمال الصيانة بالمدن الجامعية، وكمان أعلنت الجامعة استعداد كليتها لبدء العملية الدراسية في الترم الثاني. النهارده فريق الكرة الأول بنادي الزمالك هيواجه شباب بلوزداد الجزائري باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وتقرر أن يرتدي الزمالك زيه التقليدي القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضة، في حين هيرتدي حارس مرمى الفريق اللون الأصفر. بالنسبة لماتشات الدوري المصري، النهاردة غزل المحلة هيلتقي المقاولين العرب الساعة 6 بالليل، وده ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري. صباح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية،
ومائل الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على جنوب البلاد. كمان في فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وبيتكون الصقيع على المزروعات على مناطق وسط سيناء. كمان في فرصة لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، وكمان سانت كاترين هتسجل الدرجة الصغرى النهاردة 1 تحت الصفر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة. يعني في استقرار شوية في الأحوال الجوية، لكن ما زال الانخفاض مكمل معنا، فكلمينا عن التفاصيل وإيه المنخفض اللي احنا متعرضين له دلوقتي. بالفعل يمكن احنا بنشهد تحسن نسبي في الاحوال الجويه على اغلب محافظات الجمهوريه، لكن احنا بنتاثر بكتل هوائيه معظمها قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فما زالت درجات الحراره منخفضه. في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا اليوم هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، يمكن ده اللي هيخلينا نحس بالدفء وحاله الاستقرار في الاحوال الجويه، لكن درجات الحراره وارقام درجات الحراره ما زالت منخفضه. الأجواء فترة النهار بتكون على المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، بتكون أجواء نقدر نقول معتدلة إلى مائلة للبرودة خلال فترة النهار، أجواء مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ده بيكون خلال فترة النهار تحديدا فترة الظهيرة مع سطوع أشعة الشمس. لكن خلال فترات الليل ما زالت درجات الحراره منخفضه بشكل كبير وبشكل ملحوظ، خاصه في ساعات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر الصغرى على القاهره الكبرى ما بين 9 و10 درجات، احيانا في بعض المناطق بتنخفض لل8 درجات، بعض المناطق من شمال الصعيد 5 و6 درجات، وسط سيناء ومرتفعات سانت كاترين بتنخفض وتوصل لتحت الصفر. فاجواء فتره الليل خاصه ساعات الليل المتاخر اجواء شديده البروده على اغلب محافظات الجمهوريه، احيانا في بعض الاماكن اللي لها ظهير صحراوي كبير المدن الجديده بتكون خارصه البروده خلال فتره الليل. بالاضافه كمان الصقيع بيتكون على المزروعات بالفعل الموجوده في وسط سيناء شمال الصعيد محافظه الوادي الجديد بسبب انخفاض درجات الحراره الملحوظ. بالاضافه كمان السلوك بتتكون على مرتفعات سانت كاترين وجبال موسى نتيجة انخفاض درجات الحرارة في قمم بالجبال. وكمان سرعة الرياح في جنوب سيناء بالتحديد واصلة 35، ودي أعلى درجة النهاردة، يعني يمكن في محافظات تانية 22 25، لكن جنوب سيناء أعلى فيها شوية، فهل هي محملة بالأتربة؟ يعني فرص يعني سرعات الرياح بالفعل معتدله على اغلب المناطق الموجوده في الجمهوريه فيما عدا بعض المناطق من جنوب سيناء، شرم الشيخ، الغردقه، المناطق الموجوده في جنوب سيناء، لكن ان شاء الله مش هتكون فيها اتربه ولا رمال مصاره. ممكن بعض المناطق في مدينه الطور يكون فيها اتربه ورمال مصاره، لكن في مجمل جنوب سيناء كلها مش هيكون ان شاء الله في اتربه ورمال مصاره. في سلوك بتتكون على مرتفعات سانت كاترين وجبال موسى بسبب انخفاض درجات الحراره الشديد خلال فترات الليل. كمان اليوم كان في شبوره مائيه خفيفه على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت لانخفاض طفيف جدا في الرؤية الأفقية وبدأت في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس. متوقع اليوم كمان في متوقع فرص لسقوط الامطار ما بين الخفيفه ممكن تكون متوسطه احيانا في بعض الاماكن خاصه في سواحلنا الشماليه وشمال الوجه البحري، فرص الامطار انحصرت في الاماكن الساحليه، امطار خفيفه ممكن تزيد عن الخفيف تتحول لمتوسطه على فترات متقطعه من اليوم. مع غدا ان شاء الله متوقع ان احنا نتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، تاثيره اكثر هيكون على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، فكميات الامطار تزيد وتتحول لامطار متوسطه على محافظات السواحل الشماليه، مطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، خاصه في الجهه الشماليه يعني القريبه من البحر المتوسط، وده هيستمر معانا كمان على مدار الايام القادمه ان شاء الله، استمرار فرص الامطار على المناطق الساحليه فقط، ممكن مع يوم السبت بالليل حد التقدم لبعض المناطق من جنوب الوجه البحري، لكن تقدمها للمناطق الداخليه امطار خفيفه غير مؤثره، استمرار انخفاض درجات الحراره خاصة
فترات الليل. فهنا هنحذر كل الساده المشاهدين ناخد بالنا من الانخفاض الملحوظ في درجه الحراره فتره الليل، بلاش ننخدع فتره النهار والاستقرار فتره النهار. لازم نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه الثقيله خاصه فترات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر. مهم كمان في المحافظات المعنيه اكثر بسقوط الامطار خاصه المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط، لازم اثناء سقوط الامطار تكون القياده بهدوء تام، نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اشياء الكهرباء، الواح، الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه، وان شاء الله دايما السلامه للجميع. نشكرك في نهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها بالقاهره للعظمى فيها 18 والصغرى 10، العاصمه الاداريه 18 9، اسكندريه 17 11، العلمين الجديدة 16 10، مطروح 16 9، دمياط 17 10، بورسعيد 17 9، الإسماعيلية 18 9، السويس العظمى فيها 17 والصغرى 9، العريش 17 9، كاترين 13 1 تحت الصفر، طابة 17 10، حلايب 24 14، شلاتين 26 16، شرم الشيخ 23 14، الغردقة 23 14، الفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 7، بني سويف 19 8، الوادي الجديد 23 7، أسيوط 21 7، سوهاج 23 7، قنا 23 9، الأقصر 24 9، أخيرا أسوان العظمى 24 والصغرى 11. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان يعني التعليمات اللي أخذناها من هيئة الأرصاد الجوية. صحيح في انخفاض في درجات الحرارة، لكن عموما أو بشكل عام يعني الجو مستقر والطقس مستقر معانا. ناخد بالنا أن في شبورة إنما هي مش كثيفة، لكن نركز على المحافظات الساحلية اللي بتتعرض لبعض الأمطار، ممكن تبقى متوسطة وممكن تبقى كثيفة. ناخد بالنا من الشبورة المائية في المحافظات دي، كمان نلتزم تعليمات المرورية، القيادة بهدوء تام، كمان نبعد عن أي ألواح معدنية، كمان نبعد عن أي تجمعات مائية عشان توصلوا أشغالكم وبيوتكم بألف سلامة. مرة تانية هنرجع لجمانة نكمل معاها باقي فقراتنا. بشكرك يا أمي، شكرا جزيلا. طبعا الشكر موصول كمان لضيفتنا الكريمة دكتورة منار غانم. بما ان احنا لسه بنتكلم عن الطقس والمناخ، خلينا نروح لمحافظه الاسكندريه اللي شكلت لجنه لدراسه التغيرات المناخيه والاثار المترتبه عليها، باعتبار انه الاسكندريه من بين المدن الاكثر تعرضا وتاثرا بالتغيرات المناخيه. هذه اللجنه تم تشكيلها من قبل اساتذه الجامعه والخبراء وممثلي الهيئات عشان تكون بمثابه منظومه انذار مبكر لحمايه الاسكندريه من مخاطر التغيرات المناخيه. خلينا نعرف تفاصيل من المهندسه نيفين اللي في مقرره اللجنه عشان نعرف منها كافه التفاصيل. صباح الخير لحضرتك يا فندم، منورانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمانه، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اتفضلي. طيب في البدايه لو حضرتك يا فندم توضحي لنا وتوضحي للساده المشاهدين اليه عمل هذه اللجنه، الاعمال اللي بتركز عليها اللجنه مع بدايه تشكيلها. والله في البداية يعني كان السيد الوزير المحافظ بدأ يفكر في موضوع التشكيل اللجنة ده على أساس أن الإسكندرية من أكثر المحافظات يعني تعرضا للتغيرات المناخية، والكلام ده أثار كتير جدا في مؤتمرات مؤتمر المناخ السابق، وبدأنا فعلا يعني وضع خطة لتشكيل اللجنة على اساس ان هي هتشتغل تكون بمثابه يعني منظومه انذار مبكر وتنبؤ باي تغيرات مناخيه، ونقدر ايه الاستعدادات المحافظه تقدر تعملها مع نوبات الطقس الجامحه. طيب يعني حسب المخطط يا فندم ازاي ناويين ان انتوا تبقوا منظومه انذار مبكر لو حصل اي حاجه لا قدر الله يعني؟ والله اللجنة مشكلة من يعني من خبراء ومن أساتذة جامعة وعدة جهات متخصصة في التغيرات المناخية، وبالتالي بدأنا نحط أهداف للجنة دي. فبدأنا اللجنة تكون يعني تحط الدراسات والأبحاث ونشوف إيه أكتر الحاجات اللي ممكن المحافظة تستعد بيها، زي مثلا الخرائط الطقس مثلا هتبقى عامله ازاي، التنبؤ بالدرجات الحراره، ايه اللي ممكن المحافظه تستعد بيه يعني.
طيب. وعملنا واعداد طبعا دراسات تفصيليه واعداد خطه قصيره المدى واخرى برضو طويله المدى، لان حضرتك عارفه ان عشان تواجهي تغيرات مناخيه في حاجات عندك قصيره المدى وفي حاجات بتبقى محتاجه خطط مستقبليه طبعا. فدي بناء على الدراسات والابحاث هنبدا نشتغل عليها يعني، وخصوصا ان اللجنه دي فيها هي نقطه وصل بين الابحاث والدراسات وبين الجهات التنفيذيه، ودي يعني خطوه سباقه يعني طبعا بكل تاكيد. طيب النقطه دي مهمه جدا يا فندم، لو توضح لنا وجه التعاون هيبقى عامل ازاي؟ وجه التعاون اولا احنا اللجنه فيها اعضاء من جهات منفذه وطبعا في المحافظه احنا تعتبر جهات تنفيذيه، جهه تنفيذيه، وايضا الاساتذه والخبراء دول من الجامعات وبيعملوا دراسات واخر ابحاث ودراسات على مثلا منسوب سطح البحر المتوسط، ايه الاسكندريه بتشهده مثلا لو في تاكل للشواطئ، ايه الخطوه اللي احنا ممكن نعملها عشان نحمي بيها شواطئنا. وبالتالي ان هم هيدونا اخر تطورات للمشهد بالابحاث، وعلى اساسه هتبدا تحط المحافظه اولوياتها وتتخذ بقى الاجراءات اللازمه لعمل يعني التفصيلات بتاعت الدراسات. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر مهندسه نيفين الليسي مقرره لجنه التغيرات المناخيه بالاسكندريه على كل هذه الايضاحات. وخليني اروح سريعا سريعا جدا لاجابات حضراتكم على سؤال حلقه، الحقيقه في مشاركه واسعه جدا على سؤال حلقه. سؤال الحلقه هو بتفضلوا ايه او من وجهه نظركم، زواج الحب ولا زواج التقليدي؟ هبدا بعبير سالم الغريب. صباح الخير من بلد السحر والجمال، عروس القناه الاسماعيليه، صباح الخير عليكي، صباح الخير على كل اهل الاسماعيليه. بتقول انا طبعا لسه ما جربتش، بس جواز عن حب وتفاهم افضل. اصبح على اعظم ام ربنا يحفظها لي واختي وزوجها، صباحكم خير وسعاده، صباح الخير عليكم جميعا. وربيع السيلاوي بيقول اكيد الزواج عن حب افضل، صباح الخير والسرور عليكم، صباح الخير عليك يا استاذ ربيع. طيب ابو احمد سالم الورداني شايف ان انا قلت كل حاجه وبيتفق معايا، شكرا لحضرتك يا فندم. طيب على اي حال مشاهدينا هنروح لموجز الثامنه، موجز اهم الاخبار مع لبيا حمدين. شكرا جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ملتزم بقواعد المنافسة العادلة، حيث تقوم الشركات التابعة له بتسديد كافة مستحقات الدولة فيما يتعلق بتكاليف المياه والكهرباء والضرائب وغيرها. وفي مداخلة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعة الغذائية سايلوفوز بمدينة السادات، أكد الرئيس السيسي استعداد الحكومة لطرح المزيد من الشركات في البورصة أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص. كما شدد الرئيس السيسي على استمرار عمل الحكومة لتشجيع المستثمرين لإقامة مناطق لوجستية لمصر والمنطقة، لافتا إلى توفر السلع الأساسية والاستراتيجية مع احتفاظ مصر باحتياطيات مناسبة وبشكل مستمر. ارتفعت حصيلة من لقوا مصرعهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو 22 ألف شخص في البلدين في حصيلة مرشحة للارتفاع. وأعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في البلاد إلى 17674، بينما تخطى عدد المصابين 72000. وأشارت السلطات التركية إلى اكتمال أعمال البحث والإنقاذ في ولايتي إكليس وشانلي أورفا مع قرب انتهاء عملية الإنقاذ في عدة ولايات من بينها ديار بكر وأدنى. وارتفع عدد من لقوا مصرعهم في سوريا جراء زلزال إلى أكثر من 4000 شخص فضلا عن إصابة 5000 آخرين. يأتي ذلك فيما تتواصل جهود الإنقاذ في سوريا وسط عجز في الفرق الطبية ونقص حاد في المستلزمات الطبية والإسعافية والأدوية، مما قد يسبب في تضاؤل الآمال في العثور على مزيد من الناجين بعد مرور أكثر من 4 أيام على الزلزال المدمر.
قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنها ستقدم مساعدات إنسانية عاجلة إلى سوريا وتركيا بقيمة 85 مليون دولار في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين. وأوضحت الوكالة الأمريكية أن المساعدات ستشمل إمدادات طارئة من الأغذية والمأوى للاجئين والنازحين وإمدادات شتوية وخدمات الرعاية الصحية الضرورية. وقال البنك الدولي إنه بصدد تقديم مساعدات إلى تركيا بقيمة 700 مليار و780 مليون دولار لتمويل أعمال الإغاثة في أعقاب الزلزال. قال مسؤول كبير في الوزارة الخارجية الأمريكية إن البالون الصيني الذي عبر الولايات المتحدة كان مزودا بهوائيات قادرة على الأرجح على جمع الاتصالات كمعلومات استخباراتية. وأضاف المسؤول الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لاتخاذ إجراءات ضد برنامج المراقبة الصينية، لافتا إلى أن الشركة المصنعة للبالون لها علاقة مباشرة بالجيش الصيني. أخفقت باكستان في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في آخر يوم من المحادثات العاجلة بينهما وفق ما أفادت به وسائل إعلام باكستانية. وعلى الرغم من ذلك بدا وزير المالية الباكستاني متفائلا بإمكان التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قريبا لدرء خطر الإفلاس وسط ارتفاع التضخم ونقص المواد الخام للصناعة في البلاد. رياضيا، يخوض فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك مواجهة هامة حينما يستضيف فريق شباب بلوزداد الجزائري في 6 مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا. ويسعى الزمالك خلال اللقاء إلى تجاوز نتائجه السلبية خلال الفترة الأخيرة وتحقيق انطلاقة قوية في مجموعته بدوري الأبطال التي تضم إلى جواره مع الفريق الجزائري كل من الترجي التونسي والمريخ السوداني. انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. امبارح تم الإعلان عن إتاحة رابط التقديم للمشاركة في معرض ديارنا. طبعا معرض ديارنا ده واحد من أكبر معارض الحرف اليدوية والتراثية، ويمكن شاهدنا كمان نسخ سابقة ليه ناجحة جدا. طبعا بينتظر كل الأسر المنتجة والحرفيين والمبدعين في مصر. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار وزارة التضامن. صباح الخير لحضرتك يا فندم، منورنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك. اهلا بيك. طيب لو في البدايه تطلعنا على شروط التقديم لمعرض ديارنا للحرف اليدويه والتراثيه يا فندم. معرض طبعا المعرض اللي احنا بنجهز له او اللي احنا بنعد لافتتاحه هو معرض كايرو فيستيفال في التجمع الخامس. المعرض مقام على حوالي 2800 متر طبعا برعايه وزاره التضامن الاجتماعي. احنا بدانا فتحنا استمارة التقديم للعارضين او للاسر المنتجه اللي هم محتاجين يسجلوا ويخشوا معانا المعرض بدايه من يوم الثلاث مساء. طبعا التقديم دوت الشروط، اهم حاجه المنتج نفسه يكون قادر على المنافسه ومنتج جيد، لان احنا برضه يعني المعارض دي بتبقى واجهه للحرفيين في مصر طبعا. فاحنا اللي بنلاقي منتجه جيد وكويس جدا ويرتقي للمنافسه وانه يعرض ويحقق مبيعات ويشغل ناس او اسر منتجه وراه كتير، ده اللي احنا يعني بيتم اختياره من خلال اللجنه اللي بتتم اختيار المنتجات او العارضين اللي هيتم نزولهم المعرض. لان احنا يهمنا في الاول جوده المنتج، وطبعا تعدد المنتجات، بنراعي تمثيل كافه المحافظات، المنتجات اللي في محافظات متميزه جدا ببعض المنتجات التراثيه والحنفيه، في حاجات مستحدثه من ضمن الحرف اللي احنا بنشجع عليها بالذات اللي هي الحاجات في جنوب الصعيد. يعني عندنا دلوقتي معرض في الاقصر المفروض ان هو شغال الاساس والحرف اليدويه برضو،
وفي عارضين حاجات برضه متميزه. وعشان كده احنا بنحاول نعمل مع الوزيره مديانا تعليمات ان احنا نفتح اسواق في كافه المحافظات، ونحاول نعمل تسويق لكافه المنتجات المصريه وبالذات الاسر المنتجه، لان دي اسر محتاجه ان احنا ندعمها، والدوله والقياده السياسيه مديانا كافه الصلاحيات عشان نقدر ندعم هذه الاسر عشان نوصل ان احنا يعني بندعم الاقتصاد الوطني ونساهم في بكل تأكيد يا فندم. يعني حاسه بكلام حضرتك انه المعيار الاهم هو الجوده، جوده المنتج. حضرتك كمان خلال حديثك ذكرت انه بجانب الحرف اللي موجوده كالعاده في معرض ديارنا في حرف كمان مستحدثه، فلو حضرتك تقول لنا يا فندم ايه الحرف، ابرز الحرف اللي هتكون موجوده ايه، وايه كمان الحرف المستحدثه؟ احنا عندنا دايما يعني دايما العارض او دايما المنتج المصري بيحاول يطور من نفسه عشان يلاقي سوق ويفتح مجال. يعني احنا يعني منتجات التلي بدات تخش مع بعض المنتجات الاخرى بحيث انها تعمل منتج جديد بشكل جيد، لان احنا دلوقتي بقينا حتى عندنا مع الوزيره يعني المفروض ان احنا بنفتح اسواق خارج مصر كمان مش داخل مصر بس. طبعا. فعشان كده احنا بنحاول نحيي الحرف التراثيه القديمه، الى جانب ان احنا كمان اي يعني تطوير او تحديث في الحرفه نفسها احنا بنشجعه طالما يرتقي ويظهر بمظهر لائق ويقدر ينافس في السوق المحلي او السوق الخارجي. طب يا فندم يعني هل يشترط انه العارض يكون اشترك قبل كده في معرض ديارنا، ولا ممكن يكون عارض جديد تماما؟ جوده المنتج يا فندم انا ما اقدرش، هي مش حكر على يعني ما اقدرش اقول احتكار على عارض معين او فئه معينه، لا، العارض اللي بيتقدم بمنتج جيد يرتقي وينفع ويكون صالح ويقدر يحقق رؤيه، يعني نلاقي فيه ان هو قدره على انه ينافس ويحقق مبيعات. عشان في اسر كتيره، ما هو العارض ده مجرد ان هو بيبقى وراه مئات من الاسر، ده كل واحد بيشتغل في جزئيه معينه. طبعا. عشان كده احنا يهمنا نسوق لاكبر عدد، فالقصه كلها مش واقفه على حد معين، ولكن اللي بيقدر يقدم حاجه جميله ينفع تتعرض تحقق مبيعات وجودتها وسعرها المناسب هو ده بيبقى ليه الاكثريه او ليه الافضليه. طيب اخر موعد للتقديم في المعرض امتى يا فندم؟ بص حضرتك احنا الاستماره مع الوزيره وافقت على اننا نطلق الاستماره التقديم على موقع وزاره التضامن الاجتماعي. طبعا احنا من يوم الثلاث الاستماره مفتوحه، وطبعا تم التسجيل، في ناس كتير قوي كانت يعني مستنيه الفرصه انها تقدم في هذا المعرض، لان ده يعتبر من اكبر المعارض اللي بتقام في على مستوى محافظه القاهره. في نفس الوقت يعني ان شاء الله احنا الاستماره مفتوحه لمده 7 ايام، ان شاء الله اللي عاوز يقدم بيقدم، وبعد كده هنقفل ونبدا بقى نشوف ايه الاكثر المنتجات اللي احنا محتاجين، لان احنا بيهمنا تمثيل كافه المنتجات، مش بنكتفي بمنتج معين او محافظه معينه، لا كله لازم يمثل، حتى الوزارات الشريكه معانا اللي ليها صله بمجال الحرف اليدويه احنا مع الوزيره بعتت لهم دعوات عشان يشاركوا معانا. هايل. طيب ده بالنسبه للمعلومات اللي تهم العارضين، بالنسبه كمان للمعلومات اللي تهم الزائرين كمان يا فندم، المعرض هيستمر لمده قد ايه؟ يعني بعد ما بيتم اختيار كمان المكان اللي هيقام فيه المعرض، المعرض المره دي في كايرو فاستيفال زي ما حضرتك قلت، في المول كايرو فاستيفال بالتجمع الخامس. هو طبعا المعرض يعتبر دي ثالث تنظيم، طبعا كمعرض ديارنا احنا دي النسخه ال 65 لمعرض ديارنا على مستوى الجمهوريه، ولكن معرض كايرو فيستيفال احنا بقى لنا 3 سنين بنقيم هذا المعرض وبيحقق نجاح يعني متقدم كل سنه عن سنه. المعرض المفروض ان هو الميعاد المقترح او المقرر من معالي الوزيره ان هو هيبقى من يوم 23، طبعا دي بدايته لمده 17 يوم. المفروض المعرض دوت هيبقى يعني متاح للجمهور من 10 صباحا لحد مثلا 11 مساء. الموضوع كله ان احنا دي ترتيبات يعني دي بيتم بقى اقرارها من فريق العمل، لكن المعرض موجود لمده 17 يوم، البارتيشنات موجوده، الشركه المنظمه او معانا بعض الرعاه في الحدث نفسه، طبعا دول لهم الشكر والتقدير. فعشان كده احنا بنقول المعرض ان شاء الله هيبقى فتره كويسه جدا مناسبه، 17 يوم كويس جدا، وفي نفس الوقت
هيدي فرصه ان احنا حتى لو يعني نحصل على اكتر من يعني هنشغل معانا اكتر من 400 عارض، لان يعني هيبقى في مساحه ان شاء الله للناس ان احنا نكتر عدد الشركاء معانا في المعرض. هايل. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ صبري عبد الحميد رئيس الاداره المركزيه للتنميه والاستثمار بوزاره التضامن. وحقيقه معارض ديارنا من اهم واحلى المعارض اللي ممكن تروحوا وتزوروها. انا عن نفسي يعني من مرتدي معرض ديارنا، يمكن فعلا زرته اكتر مره، زرت اكتر من نسخه زي ما استاذ صبري قال، دي نسخه 65، انا رحته كذا مره بالفعل. وحقيقي المنتجات اللي بتكون موجوده بتكون جوده عاليه جدا، وبتكون اسعارها كمان لطيفه، وفعلا هتشوفوا حلاوه حرفنا اللي احنا متعودين ان احنا نشوفها، الحرف اليدويه الجميله من كل محافظات مصر، منتجات كتير جدا مش بس حرف يدويه. يعني روحوا وعلى ضمانتي هتبسطوا جدا. على اي حال اروح مع حضراتكم لموضوع اخر، وموضوع بيهم طبعا قطاع كبير جدا جدا جدا، ويعني بكره خلاص هيبدا رسميا الفصل الدراسي الثاني بعد شائعات كتير اتكلمت عن تاجيل الدراسه. لكن المدارس انتهت من كل استعدادات وعمل الصيانه وجاهزه خلاص لاستقبال الطلاب. خلينا في تفاصيل كتير جدا هيكلمنا عنها الاستاذ شادي زلط المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم. صباح الخير على حضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. في البدايه لو تطلعنا وتطلع الساده المشاهدين عن اهم الاستعدادات الخاصه بالترم الثاني من صيانه واستعدادات كمان المدرسين. يعني هو الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم عقد اجتماع مع كافه مديري المديريات التعليميه على مستوى الجمهوريه للاستعراض مختلف الاستعدادات الخاصه بالفصل الدراسي الثاني، والتاكد من حسن انتظام كل العمليات التعليميه. وطبعا خلال الاجتماع كان اصدر عدد كبير من التوجيهات المتعلقه بالنظام سير العمليات التعليميه في الفصل الدراسي الثاني، وكان ابرزها طبعا يعني تجديد متابعه الغياب اليومي وانضباط سير الدراسه، وكمان التاكد من استلام الطلاب الكتب الدراسيه بدايه من الفصل الدراسي الثاني من بكره في طبعا بعض المحافظات، ومن يوم الاحد في محافظات اخرى. كمان التاكد من الاستعدادات لاطلاق مجموعات الدعم في المدارس. وطبعا مجموعات الدعم دي يعني احنا اصدرنا فيها بيانات مختلفه خلال الفتره اللي فاتت متعلقه بكافه التفاصيل الخاصه بها، سواء فيما يتعلق بالقيمه بتاعتها او كيفيه تطبيقها داخل المدارس سواء لصفوف النقل او الشهادات. كمان الوزير وجه كمان ببدء تطبيق المرحله الثالثه من الانشطه، يوم الانشطه سواء الرياضيه او الفنيه او الثقافيه في المدارس. هو يعني احنا انتهاء الفصل الدراسي الاول كنا انتهينا من تطبيق يوم الانشطه في 50% من المدارس، هنبدا 25% اللي هي المرحله الثالثه ان شاء الله بعد بدايه الفصل الدراسي الثاني، بحيث على انتهاء الفصل الدراسي الثاني يكون تم تطبيق 100% من يوم الانشطه في كافه المدارس على مستوى الجمهوريه. وطبعا يعني كان في طبعا توجيهات اخرى متعلقه بالامتحانات سواء امتحانات الشهر، يعني هيبقى ان شاء الله باذن الله امتحان النقل امتحان صفوف النقل شهر فبراير هيبقى في الاسبوع الاول من شهر مارس، وامتحان شهر مارس باذن الله هيبقى في الاسبوع الاول من شهر ابريل. وطبعا كان في مراجعه طبعا للجان الخاصه بالثانويه العامه وتاكد من صلاحيه المدارس اللي هيتم استخدامها كلجان الثانويه العامه، واستعرض طبعا الاجراءات المتخذه في الاطار ده مع مختلف مدير المديريات. طب حضرتك يا فندم خلال حديثك تطرقت لمجموعات الدعم، فلو حضرتك تقول لنا تفاصيلها تطلع الساده المشاهدين مره اخرى عليها يا فندم. طيب مجموعات الدعم هي المسمى الجديد اللي اطلقته الوزاره على مجموعات التقويه في المدارس. هي يعني الوزاره بتستهدف توفير او تقديم خدمه تعليميه متميزه للطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي، ومن خلال هذه المجموعات هيكون من خلالها تقديم هذه المجموعات للطلاب من خلال مدرسين متميزين، وكمان مدرس هيحصل على التكلفه الخاصه بالحصه اللي بيقدمها بعد الانتهاء فورا من الحصه. وكمان هتكون اسعارها رمزيه للطلاب،
بتتراوح ما بين 20 ل 80 جنيه، وبالنسبه لصفوف النقل هيكون الطلاب بياخدوا مجموعات الدعم داخل نفس مدارسهم. اما بالنسبه للشهادات هيتم اختيار من 3 لـ5 مدارس على مستوى كل اداره تعليميه هتكون مجهزه بقاعات، وهي يعني هيتم كمان فيها يعني تحديد او وجود مدرسين متميزين ممكن الطلاب نفسهم هم اللي يطلبوهم عشان يدوا مجموعات الدعم. وطبعا المدارس اللي هيتم اختيارها دي اللي هي من 3 لـ5 مدارس داخل كل اداره تعليميه هتكون مجهزه بالكامل لتقديم مجموعات الدعم للشهادات اللي هي سواء ثالثه اعدادي او ثانويه عامه. هايل. طيب احنا للاسف في كده عندنا ظاهره الحقيقه يمكن بقالها كتير جدا، هي فكره ظاهره الغياب خاصه للشهادات الثانويه يا فندم. عايز اعرف من حضرتك هل توصلنا لخطه او اليه او شيء من عناصر الجذب للمدارس عشان يتم مواجهه هذه الظاهره؟ هو الحقيقه ان طبعا الوزاره بتبذل جهود كبيره في الاطار ده منذ بدايه العام الدراسي، والوزير يعني اصدر عدد كبير من التوجيهات المتعلقه بتوفير كافه سبل الجذب للطلاب، سواء من خلال طبعا التاكيد على حسن السير العمليه التعليميه، تفعيل الغياب الالكتروني للطلاب، التاكد من تقديم المواد الدراسيه داخل المدارس بشكل يعني منتظم وجيد وبالطريقه التي بتستهدفها الوزاره، سواء من خلال طبعا تقديم المفاهيم الكبرى، دمج المفاهيم داخل العمليه التعليميه. لكن طبعا يعني متابعه الغياب بشكل مستمر هي طبعا بيتم متابعتها من سياده الوزير لمدير المديريات على مدار العام. والحقيقه ان ده يعني خد جزء هام من الاجتماع الاخير الخاص مع معالي الوزير لمدير المديريات، واكد خلاله على اهميه تفعيل الغياب الالكتروني وعوده الطلاب وحضور الطلاب للمدارس بشكل ضروري جدا لضمان حسن انتظام سير العمليه التعليميه. طيب يعني نستغل وجود حضرتك معانا ونسالك عن التطورات الخاصه بمسابقه ال 30,000 معلم يا فندم. هو الحقيقه ان طبعا المسابقه اللي تم الاعلان عنها والانتهاء منها الخاصه ب 30,000 معلم طبعا هو الوزاره بتستعد حاليا للتدريب المعلمين اللي نجحوا في المسابقه، هيتلقوا اسبوعين تدريب خاص باللياقه البدنيه والذهنيه، ثم اسبوع هيكون في دوره تربويه. اسبوعين لياقه بدنيه؟ ايوه لياقه بدنيه وذهنيه، ثم اسبوع هيبقى خاص بدوره تربويه. بعد كده ان شاء الله باذن الله هيبداوا يتكلموا عملهم طبعا في مختلف المديريات وفقا لتوزيعهم. بس ليه يعني وجهه نظر الوزاره يا فندم لانه المعلمين او المدرسين يتلقوا تاهيلات بدنيه او تدريبات بدنيه؟ اللياقه البدنيه والذهنيه، هو التاكد طبعا على تدريب اللياقه البدنيه والذهنيه هو متعلق طبعا علشان التاكيد على ان المعلمين طبعا في حاله صحيه جيده وحاله ذهنيه جيده، وده طبعا كان من البدايه شروط واضحه ومتوفره في حتى منذ بدايه الاعلان على المسابقه يعني. هايل يا فندم. طيب بعد كمان نجاح تجربه اليوم الثقافي الفني في الترم الاول، هل ده كمان هيتكرر خلال الترم الثاني يا فندم؟ طبعا يعني انا زي ما استعرضت مع حضرتك من شويه هو اليوم الثقافي او يوم الانشطه الثقافيه هو من ضمن الانشطه اللي هيتم ممارستها داخل المدارس واللي هنبدا بتنفيذ المرحله الثالثه فيها اللي هو الانشطه الرياضيه والفنيه والثقافيه. وطبعا هو بالتوازي احنا باذن الله ان شاء الله هنبدا في اطلاق الخطوات التنفيذيه لمبادره احياء المسرح المدرسي اللي كان تم تشكيلها منذ فتره من خلال اطلاق مسرحيه تقدر، فهيتم البدء في التنفيذ الفعلي للمبادره ان شاء الله مع بدايه الفصل الدراسي الثاني، وهيتم من خلاله بقى مشاركه عدد كبير من الطلاب باعمال مسرحيه وفنيه في مختلف المدارس على مستوى الجمهوريه،
والمبادره هتستمر على مدار العام، مش هتنتهي مجرد انتهاء فتره الدراسه الثانيه، ولكن هتستمر طوال فتره الصيف حتى انتهاء العام. وهيكون في نهايتها مسابقه يعني ما بين المدارس المختلفه على مستوى المديريات التعليميه لاختيار المدرسه الفائزه اللي هتقدم افضل عمل فني ان شاء الله ثقافي. ان شاء الله. بنشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا الاستاذ شادي زلطر المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم، نشكرك يا فندم على كل هذه الايضاحات. مشاهدينا هنروح دلوقتي للميا عشان تقول لنا اخر اخبار الرياضه. لميا اهلا بيكي مره ثانيه. اهلا بيكي جمانه، بصبح على حضراتكم مره ثانيه مشاهدينا، واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اجمل بدايه الباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. الدربي يبدأ مبكرا. ونبدأ نشرتنا الرياضية مع الحساب الرسمي لفريق النادي الأهلي على السوشيال ميديا اللي حرص على مشاركة صور لاعبته على موقع الانستجرام من التدريبات قبل مواجهة فريق فلامينجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية. كمان الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للفيفا كتب على موقع تويتر بخصوص هزيمة النادي الأهلي من ريال مدريد الإسباني في مباراة نصف نهائي مونديال كأس العالم للأندية 4-1، وعلقت الفيفا وقالت خسارة جولة لا تعني خسارة المعركة، الأهم هو عدم الاستسلام والقتال بشرف. منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر اختتم تدريباته في استاد الكلية الحربية، وده استعدادا لمواجهة منتخب جنوب السودان وديا ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 20 سنة اللي هتتلعب في مصر في الفترة من 19 فبراير ولحد 11 مارس. وشهدت التدريبات تركيز الجهاز الفني بقيادة محمود جابر على بعض الجمل التكتيكية بجانب التدريب على الكرات العرضية وسط حالة من الحماس اللي سيطرت على جميع اللعيبة. من ناحية تانية أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف باستعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة، ونشر الكاف بيان وقال فيه القاهرة والإسماعيلية واسكندرية مستعدون لاستضافة كأس الأمم الإفريقية تحت سن 20 سنة، ويضع كاف مع الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية اللمسات الأخيرة على استعدادات البطولة. البرتغالي فريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك قال في المؤتمر الصحفي قبل لقاء شباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال إفريقيا أن الجميع عارف أن النتائج كانت سيئة خلال الفترة اللي فاتت، لكن بنعمل بكل قوة من أجل استعادة النتائج الإيجابية، وأطالب الجمهور بالتوقف عن هتافات النقد ودعم الزمالك أمام شباب بلوزداد. أما المدرب نبيل الكوكي المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري اتكلم عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي، وقال دي أول مقابلة من دور المجموعات وأتمنى أننا نكون جاهزين، نحن نلاعب فريق له تاريخ كبير ومعروف زي الزمالك ونتمنى أن نظهر بأفضل شكل. وخلصت نشرتنا الرياضية ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع زميلتي جمانة. بشكرك يا لميا، شكرا جزيلا. وهنروح لحي الأسمرات. الحقيقة يمكن الخبر ده في حي الأسمرات لكن هو خبر برضو رياضي بعض الشيء. حي الأسمرات شهد انطلاق دوري رياضي بمشاركة أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات ضمن البرامج التوعوية اللي بينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ مدحت وهبة المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. صباح الخير على حضرتك يا فندم، أهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. أهلا بيك. لو تكلمنا عن الفعاليات والأنشطة اللي تم تنظيمها ضمن هذا الدوري الرياضي للشباب المتطوعين في صندوق مكافحة الإدمان. احنا عندنا في صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي برئاسه الدكتوره نبيله القباج وزيره التضامن ورئيس مجلس اداره الصندوق، احنا الحقيقه بننفذ العديد من البرامج التوعويه المتكامله داخل المناطق المطوره اللي هي بديله العشوائيات زي الاسمرات وبشائر الخير والمحروس وحدائق اكتوبر
وكتير من هذه المناطق. من ضمن المباريات التوعويه دي ان احنا يعني بالامس عملنا واطلقنا دوري رياضي. هدف الدوري الرياضي هو استثمار الرياضه لتوعيه شبابنا من اضرار وتعاطي المواد المخدره. من ضمن برضو البرامج الحياه التوعويه اللي احنا بننفذها داخل المناطق المطوره ان احنا بنبقى عندنا يعني توعيه للاسر باليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وده من خلال طبعا حملات وترك ابواب زيارات منزليه للاسر. بنعرف الاسر لو لا قدر الله عندها يعني احد ابنائها بيتعاطى مواد مخدره ازاي تتواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان اللي هو 16023. والحقيقه ان كل البرامج التوعيه اللي بننفذها دي كانت تكليفات مباشره من السيد رئيس الجمهوريه لوزاره التضامن الاجتماعي، ويمكن في الاجتماع الاخير معالي الوزيره الدكتوره نبيل القباج وزيره التضامن الاجتماعي وجهت بتكثيف مثل هذه الانشطه في المناطق التوعويه. من ضمن برضو انشطتنا في المناطق المطوره ان احنا بنصحح المفاهيم المغلوطه عن المخدرات لدى الشباب، من كون المخدرات ان هي بتساعد على نسيان الهموم، على تنشيط الذاكره، على العمل على قدره اكبر. كلها الحقيقه مفاهيم مغلوطه مرتبطه بتعاطي المخدرات. ممكن المفاهيم المغلوطه دي ما جاتلناش من فراغ، احنا من خلال بيانات المتقدمين للعلاج عن طريق الخط الساخن للصندوق بنحلل هذه البيانات وبنشوف ابرز الدوافع لتعاطي المواد المخدره. بنلاقي الحقيقه من ضمن الدوافع للتعاطي حب الاستطلاع والتجربه اللي مرتبطه بالمفاهيم المغلوطه اللي اشرت لحضرتك عليها. كمان ان احنا كمان داخل هذه المناطق المطوره افتتحنا اكثر من 6 عيادات. العيادات دي مهمتها ان هي تستقبل الاسر، بتستقبل مرضى الادمان، بنقدم كافة الخدمات العلاجية ليهم مجانا وسرية تامة. العيادات دي فين يا فندم؟ احنا طبعا بالنسبة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان احنا عندنا 28 مركز علاجي في 17 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية، وكمان افتتحنا عيادات داخل المناطق المطورة 6 عيادات، زي عيادة في منطقة الأسمرات، في عيادة في بشار الخير، في منطقة المحروسة، في حدائق اكتوبر. دي عيادات بجانب المراكز العلاجية. العيادات دي بتواجد فيها اخصائيين متخصصين بيستقبلوا الاسر لتقديم المشورة، بيستقبلوا حتى كمان حالات المرضى، واذا كان في الحالة بتستدعي لتحويلها الى احد المراكز العلاجية العزيمة تبع لصندوق مكافحة وعلاج الادمان الخدمات العلاجية ليهم. احنا يمكن عندنا يمكن مؤخرا افتتح لينا السيد رئيس الجمهورية 3 مراكز عزيمة تابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. والحقيقة ان هذه المراكز بتتميز ان هي بتعالج وفقا للمعايير الدولية، بمعنى ان علاج الإدمان عندنا في المراكز ما بيقتصرش على سحب السموم فقط، ولكن هو كمان يعني في تأهيل اجتماعي، تأهيل نفسي، حتى كمان تمكين اقتصادي، بمعنى ان طوال فترة إقامة المتعافين داخل المراكز الجاية بيتم تدريبهم على حرف يحتاجها يعني استاذ مدحت. برامج هي من ضمن طبعا يعني برنامج العلاج عندنا جزء اسمه برنامج العلاج بالعمل، ويمكن هذا البرنامج هو الاوحد على مستوى الشرق الاوسط اللي بتتميز به مراكز العزيمه التابعه للصندوق مكافحه وعلاج الادمان، بحيث ان احنا نعيد دمج المتعافي الى المجتمع مره اخرى وبنمكنه تمكين اقتصادي. احنا مش بس كده، كمان احنا اطلقنا مبادره اسمها مبادره بدايه جديده بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، بنتيح تمويل قروض لانشاء مشروعات صغيره للمتعافين بيساعدهم على اعاده الدمج، بجانب كمان ان احنا عندنا خدمات فيما بعد العلاج زي ما يعني ايه، بنعمل دوري رياضي كمان للمتعافين بنعمل لهم. طيب بما ان حضرتك رجعت مره ثانيه للدوري يا فندم، اخيرا عايز اعرف من حضرتك يعني طريقه اختيار المشاركين في هذا الدوري، وكمان عايزين برضو نوضح للساده المشاهدين يا فندم الرقم الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان. فيما يتعلق بالرياضي احنا عملنا يعني بالامس ويمكن بنعمل ده استاذ مدحت. حضرتك سامعني؟ اتفضل سامعني يا فندم؟ اتفضل. فيما يتعلق بالدوري الرياضي احنا زي ما حضرتك يعني اشرت احنا اطلقنا امس دوري رياضي لابناء المناطق المطوره. الدوري الرياضي ده ان احنا بنستثمر يعني ونعظم دور الرياضه في مواجهه مشكله تعاطي المواد المخدره، وبنستثمر وقت شبابنا سواء في اجازه منتصف العام او نهايه العام. اما فيما يتعلق بالخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان اللي هو 16023، الحقيقه ان هو بيقدم العديد من الخدمات
سواء فيما تتعلق بالمشورة، سواء فيما تتعلق بالخدمات العلاجية لمرضى الإدمان. بمجرد ما بتتصل بينا مرضى الإدمان، مريض الإدمان، على الخط الداخل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، احنا يعني كل اللي بنطلبه منه هو يعني بنعرف ايه مادة التعاطي والفترة التعاطي والمحافظة المقيم فيها، بحيث بنحوله إلى أقرب مركز علاجي متخصص. طيب أستاذ مدحت، يعني أعذرني لضيق الوقت، فأنا مضطر أقطع حضرتك سريعا جدا عشان بس نطمن أي حد بيسمعنا يا فندم. لو موظف، لو طالب، أي مكان، في سرية تامة، محدش هيتصل هيدار بهذا الاتصال، مظبوط؟ بالفعل يا فندم، أي مريض عنده مشكلة مع تعاطي المواد المخدرة، سواء موظف، سواء طالب، سواء حتى حضرتك يعني مواطن عادي، بمجرد ما بيتصل بخط ساخن 16023 بيتم توفير الخدمات العلاجية، وبنأكد في سرية تامة، بمعنى إن هو بمجرد ما بيتصل حتى ما بنطلبش منه بياناته الشخصية، كل اللي بنطلبه منه هو إيه مادة المادة المخدرة اللي بيتعاطاها، فترة التعاطي، المحافظة اللي مقيم فيها، بحيث إن احنا بنوجهه إلى أقرب مركز متخصص قريب من محافظته، فبالتالي وبنأكد ومن خلال برنامجكم الموقر إن العلاج مجاني وفي سرية تامة. نشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر الأستاذ مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. زي ما سمعنا وتابعنا مع حضراتكم، أي معلومة، أي تفصيلة بتكون في إيد أمينة في سرية تامة، محدش هيتضرر أبدا من هذا الاتصال. ما في كل ثانية بدري بتفرق، خلينا ناخد بالنا من نفسنا ومن صحتنا ومن صحة أولادنا. مرة تانية رقم ساخن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هو 16023. على أي حال مشاهدينا، نروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرتنا في صباح الخير يا مصر. استنونا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة وأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت أمس، كان منها أنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات. وجه سيادته عدد من الرسائل حول تعظيم الصناعة المصرية وتعزيز المنافسة العادلة، أيضا الأولويات اللي بتعمل عليها الدولة المصرية. خلينا نتكلم بالتفاصيل أكتر مع الكاتب والباحث جمال رائف في كل هذه الرسائل. صباح على حضرتك ومنورنا، صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم على حضرتك، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طيب لو في البداية هنضع عنوان عريض لرسائل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال هذا الاحتفال، إيه هو هذا العنوان؟ يمكن رسائل للوعي الجمعي المصري، سواء على صعيد المخاطر والتحديات التي تواجه الداخل وكيفية التصدي لها، والثقة أيضا في قدرة الدولة المصرية على مواجهة هذه التحديات، خاصة في ظرف عالمي راهن الآن بيؤثر على الاقتصاديات الخاصة بالدول. وبالتالي نحن نتحدث عن رسائل موجهة للداخل، وأعتقد أيضا رسالة موجهة أيضا ل حتى المجتمع العربي فيما يتعلق بإعادة اللحمة وإعادة مفهوم القومية العربية والتمسك بالعلاقات الطيبة وتضافر الجهود للتعاون ونبذ فكرة أي نوع من أنواع الخلافات أو الاستجابة حتى للشائعات وللفتن. وبالتالي أنا أعتقد أن رسائل أمس كانت في غاية الأهمية، سواء على صعيد الرسائل المتعلقة للداخل المصري وقدرتنا في تحقيق أمن غذائي. في الحقيقة أخذت الدولة خطوات استباقية حتى نطمئن الآن، يعني خلال الثمانية سنوات الماضية نحن نتحدث عن الكثير والكثير من الجهد. يمكن عشان كده بنتكلم أن هذه رسائل مستندة على أفعال أخذت جهد كبير جدا على مدار السنوات الماضية. الموضوع مش فقط إنها رسائل للطمأنة، ولكن هي رسائل للطمأنة تستند على أفعال وعلى أرض الواقع. بنتكلم على مشروعات للأمن الغذائي، سواء مستقبل مصر، 1.5 مليون فدان، إعادة أحياء مشروع توشكا، الاستزراع السمكي، الصوب الزراعية، حتى في صناعات الأسمدة الآن بنصدر حتى السماد. صادرات مصر الزراعية الآن أصبحت أكثر من 3 مليار دولار. إذن نحن بالفعل قمنا بجهد أيضا حتى على صعيد تعديل السياسات في التعامل مع المجتمع الزراعي المصري. بنتكلم على أسعار مختلفة الآن لتوريد المحاصيل الاستراتيجية، بنتكلم على كارت الزكي للفلاح وغيرها من الأمور، حتى على صعيد التصنيع الغذائي. يعني امبارح هذا الصرح العملاق، لأن
التصنيع الغذائي احد الدعائم والركائز المهمه لدعم الامن القومي طبعاً. الامن الغذائي الذي هو ايضا احد مفردات الامن القومي للدوله، وبالتالي انا اعتقد ان كل الجهد الذي قمنا به خلال الثمانيه سنوات الماضيه عشان ما ننساش ايضا الصوامع، يعني هذه الصوامع الان التي حافظت لمصر مخزون استراتيجي من الاقماح والسلع الاستراتيجيه جعلتنا الان نطمئن في ازمه امن غذائي عالميه، وبالتالي انا اعتقد ان المجهود الكبير الذي قمنا به خلال الثمانيه سنوات الماضيه، وطبعا قبلها كان هناك اصلاح اقتصادي، وقبلها كل هذا كان هناك اراده سياسيه من القياده السياسيه المصريه لاتخاذ كل هذه القرارات وكل هذه الخطوات، وبالتالي الان علينا ان نطمئن وعلينا ان ندرك اننا بالفعل نستطيع ان نتجاوز اي من التحديات، لان لدينا اراده سياسيه ولدينا ايضا افعال على الواقع بتمهد لنا الطريق للمضي نحو مستقبل افضل. اعتقد ان دي كانت رسائل مهمه جدا، وان الدوله ماضيه نحو فكره تعزيز التصنيع الغذائي بالتحديد بشكل اكثر قوه، عشان كده راينا حتى السيد الرئيس امبارح مش بس بيتكلم على المصانع الجديده، ولكن حتى بيتكلم على مصانع قديمه ومنتجات قديمه الان بيعاد يعني إعادة تطويرها شركاتها للظهور مجددا إلى الأسواق، وبالتالي أنا بعتقد أن حتى فكرة الدولة طوال الوقت فيما يتعلق بالعمل بشكل متوازي، فيما يتعلق بتجديد ما هو قديم وأيضا إنشاء ما هو حديث، طبعا هناك رسائل بقى أخرى لها علاقة بالوعي الجمعي العربي، وأنا أعتقد حتى هذه الرسائل لم تكن موجهة للداخل المصري فقط، نعم هي موجهة بالأساس للمجتمع المصري حتى يستوعب قدر التحدي، ولكن أيضا علينا كعرب بشكل عام أن نستمع إلى هذه النصائح لأنها نصائح مهمة، علينا أن ندرك أن هناك صحوة عربية حقيقية بتحدث الآن، وهناك إعادة لحمة عربية بتحدث الآن، وهناك عمل عربي مشترك لم نراه. هو ده كان سؤالي الحقيقة التالي يا أستاذ جمال، هو لماذا هذه الرسائل المتعلقة برسائل خارجية الآن في هذا التوقيت؟ لأن زي ما كنا بنقول هناك صحوة في العمل العربي، هناك عمل عربي الآن بشكل غير تقليدي، حتى بنشوف قمم أخوية سواء كنا بنتحدث عن قمة العالمين، قمة أبوظبي وغيرها من اللقاءات الأخوية، حتى بعيدا عن الشكل البروتوكولي للعلاقات رأينا العلاقات العربية حتى تتطور على الصعيد الاقتصادي والأمني والعسكري صحيح. والسياسي والتفاهمات السياسية، القضية الفلسطينية لم تشهد هذا الزخم في الحراك العربي منذ عقد تقريبا، وبالتالي كل هذه الصحوة العربية أكيد مستهدفة، وعلينا نحن كمواطنين مصريين أن ندرك هذه النقطة تمام الإدراك، وحتى المواطن العربي عليه أن يدرك هذه النقطة أيضا تمام الإدراك، هذه الصحوة العربية لن تمر على يعني الطرف الآخر ممن يريد أن يشق الصف العربي مرور الكرام طبعا. بالتأكيد سوف تكون مستهدفة، الصف العربي مستهدف، وعلينا أن ندرك هذا، لأن الدائرة العربية الآن أصبحت دائرة أكثر قوة بصمود دول استطاعت أن تصمد أمام رياح الخريف الذي عصفت به كثير من الدول، سواء بنتكلم على مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت وغيرهم من الدول، الأردن وغيرهم من الجزائر، تونس، كل الدول استطاعت الآن أن تصمد أمام هذه الرياح الفوضوية وتعيد بناء علاقاتها بشكل قوي لتعيد المجتمعات العربية وتبني علاقات قوية تستطيع بها المرور من الأزمات والتحديات، الآن هذه العلاقات مستهدفة، هذا بوضوح وبصراحة، عشان كده بنجد بعض الأصوات النشاز، بنجد بعض الأصوات المغرضة، بنجد من يريد إثارة الفتن وشق الصف العربي، علينا أن لا نستمع لهذا الأمر. السيد الرئيس امبارح بكل وضوح يعني وضح للمواطن حتى البسيط المفاهيم حتى السياسية الكبيرة والضخمة في جمل بسيطة، أن السياسة المصرية بتتسم بالاتزان والانضباط والرشد، وبالتالي هذه المحاور بكل بساطة هي محور السياسة الخارجية المصرية. الدائرة العربية منذ عام 2014 عادت كدائرة اهتمام أولى للسياسة الخارجية المصرية، لو أقول لحضرتك بالأرقام حتى أكثر من 15 قائد وزعيم عربي زاروا القاهرة العام الماضي، في شهرين بس مصر استضافت قمة مهمة جدا على مستوى يعني القضية الفلسطينية، بنتكلم على مصر والأردن وفلسطين، أيضا السيد الرئيس ذهب إلى أبوظبي في قمة مصرية أردنية خليجية، هناك اتصالات عربية طوال الوقت مع الدولة المصرية، إذن هذا الحراك حتى في هذا النموذج الصغير يؤكد أن الدولة المصرية الآن أصبحت عاصمة للم الشمل العربي، بالتأكيد
هناك من يريد أن يفسد هذا العمل العربي بهذه الفتن، بهذه الأقاويل الجوفاء في الحقيقة. ولكن علينا أن ننظر إلى نتاج بقى العمل العربي. نتاج العمل العربي إيه؟ إننا استطعنا أن الآن نساند القضية الفلسطينية خير مساندة. نتكلم الآن على إعادة أعمار غزة، نتكلم على أن حتى إذا حدث نوع من أنواع التصعيد أصبح هذا التصعيد مصحوب بتهدئة فورية، نتاج العمل العربي ونتاج الدور المصري المهم جدا والمستند أيضا على القوة العربية. إعادة مفهوم مهم جدا وظهر مع القمة التي استضافتها مصر، القمة العربية التي استضافتها مصر، فكرة الأمن القومي العربي. أصبحنا نستمع لهذا المصطلح من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كثير من المرات وفي كثير من الملتقيات الدولية والإقليمية. هذا المصطلح الذي غاب لفترات طويلة جدا، إنك تعيد فكرة إحياء الأمن القومي العربي، وأن ندرك نحن كمجتمعات عربية إن أمنك القومي الداخلي مرتبط بالأطراف المحيطة بك عربيا. هذه كانت نقطة في غاية الأهمية وأحيائها الآن أنا أعتقد إن هو سبيل النجاة، لأنك ما فيش قدامك غير إنك تلتحم عربيا مع أشقائك حتى تعبر هذه الأزمات العالمية. بكل تأكيد من يحاول تفرقة الصف العربي مدرك تمام الإدراك ويعرف تمام المعرفة إنه هذه اللحمة لو بالفعل توحدت مدى قوتها عامل إزاي؟ قوتها اقتصاديا، قوتها سياسيا، قوتها عسكريا وأمنيا طبعاً. قوتها أيضا كمواقع جيوسياسية لاعبة في الاقتصاد العالمي وفي السياسة العالمية. نحن لدينا مقومات عظيمة وكبيرة للغاية، والعمل العربي بيشهد طفرة. يعني حتى العمل الاقتصادي أصبحنا نتحدث عن مصر والأردن والعراق كمحور اقتصادي مهم جدا، أصبحنا نتحدث عن مصر والسعودية والربط الكهربائي وأنماط تعاون جديدة جدا، بنتكلم على استثمارات ما بين مصر والإمارات وصندوق للشراكة بأكثر من 20 مليار دولار، بنتحدث عن مساندة حقيقية رأيناها حتى في مرور مصر بأزمة حتى وصلنا ل 2014، وجدنا مساندة عربية للدولة المصرية لن نستطيع أن نغفلها، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس أشار إليها، لأننا لا نستطيع أن ننكر هذا الموقف الجيد للغاية، بل الموقف العظيم والتاريخي والذي سوف نظل يعني نتحدث عنه، الموقف اللي بيمتد حتى مع معركة التحرير الأرض والعبور في 73. إذن هناك مواقف كبيرة ومشهود لها أيضا مصر بتساند الأشقاء طوال الوقت، وهناك مواقف مصرية يعني مضيئة في الصفحات العربية. وبالتالي كل هذه المواقف وكل هذه الأنماط حتى الغير تقليدية في التعاون ووصول الآن التعاون التجاري العربي لمراحل جديدة والتفاهمات السياسية، إن لم نرى تفاهمات سياسية ما بين القادة العرب كما نرى الآن القمة العربية الأخيرة في الجزائر، لم نرى حتى بيانا يخرج من القمم العربية السابقة بقوة البيان الذي خرج بالترتيب بالبنود التي تنص على خارطة عمل عربي مشترك خلال الفترة القادمة. كل ده بالتأكيد عليك أنت كمواطن مصري وكمواطن عربي تدرك أنه مستهدف، أنت كمواطن عربي مستهدف، العلاقات العربية مستهدفة، وبالتالي تحصين الوعي الجمعي العربي والمصري كان هدف أساسي من رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعتقد أن هذه الرسالة وصلت للمواطن المصري، وعلينا أن نصم أذاننا تجاه هذه الأقاويل المغلوطة وهذه الفتن، وأن نستمر في بناء علاقات عربية شريفة نزيهة متوازنة بتخدم مصالح الأمة العربية وأيضا مصلحة الداخل المصري. طيب خلينا ننتقل معك لنقطة أخرى، والحين كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أيضا شدد على الاستعداد الكامل لكل مؤسسات وشركات القطاع العام للشراكة مع القطاع الخاص. هنا نقطة مهمة جدا، وأنا أعتقد أن دي نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، ويمكن ده أيضا استكمال للخطوة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي. إذا كنا نتحدث عن إصلاح اقتصادي اهتم بالأول فيما يتعلق بالبناء المالي والمؤسسات أو دوائر المال في الدولة المصرية، نتحدث الآن عن الإصلاح الهيكلي فيما يتعلق بقى بمشاركة القطاع الخاص وإصلاح بعض شركات القطاع العام. عشان كده رأينا اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية المصرية بهذا القطاع، ويمكن أعتقد أن حتى الحكومة وطرحها ل 32 شركة ومؤسسة
القطاع الخاص وللبورصة أو مستثمر استراتيجي أو للبورصة، دي طفرة غير مسبوقة في الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، ودي نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، وبالتالي هذه أيضا رسائل بيحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيصالها للمستثمرين والقطاع الخاص. الحكومة بتسعى طوال الوقت لبناء بنية تحتية وتمهيد الطريق لشراكات استثمارية تخدم الاقتصاد المصري. هي يمكن نقاط كتير جدا ورسائل عديدة الحقيقة كلها مهمة جدا، كنت محتاجة أن أنا أتكلم أكتر عنها مع حضرتك، لكن للأسف طبعا وقتنا خلص. نورتنا الكاتب والباحث جمال رائف، نشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. وكما ذكرت يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على اللحمة وعلى القومية العربية مرة أخرى زي ما حضرتك تحدثت، وأيضا فكرة الرسائل حتى التي تخص الداخل المصري في غاية الأهمية ويجب التوقف عندها جميعا. بشكرك جزيل الشكر مرة تانية. شكرا لحضرتك يا فندم، وشكرا لكل السادة المشاهدين. شاهدينا التاسعة صباحا موعدنا مع موجز الأهم الأنباء مع لميا حمدين، تفضل يا لميا. شكرا لك جمعنا. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ملتزم بقواعد المنافسة العادلة، حيث تقوم الشركات التابعة له بتسديد كافة مستحقات الدولة فيما يتعلق بتكاليف المياه والكهرباء والضرائب وغيرها. وفي مداخلة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلوفودز بمدينة السادات، أكد الرئيس السيسي استعداد الحكومة لطرح المزيد من الشركات في البورصة أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص. كما شدد الرئيس السيسي على استمرار عمل الحكومة لتشجيع المستثمرين لإقامة مناطق لوجستية لمصر والمنطقة، لافتا إلى توفر السلع الأساسية والاستراتيجية مع احتفاظ مصر باحتياطيات مناسبة وبشكل مستمر. ارتفع عدد من لقوا مصرعهم في سوريا جراء زلزال إلى أكثر من 4000 شخص فضلا عن إصابة 5000 آخرين. يأتي ذلك فيما تتواصل جهود الإنقاذ في سوريا وسط عجز في الفرق الطبية ونقص حاد في المستلزمات الطبية والإسعافات والأدوية، مما قد يتسبب في تضاؤل الآمال في العثور على مزيد من الناجين بعد مرور أكثر من 4 أيام على الزلزال المدمر. قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنها ستقدم مساعدات إنسانية عاجلة إلى سوريا وتركيا بقيمة 85 مليون دولار في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين. وأوضحت الوكالة الأمريكية أن المساعدات ستشمل إمدادات طارئة من الأغذية والمأوى للاجئين والنازحين وإمدادات شتوية وخدمات الرعاية الصحية الضرورية. وقال البنك الدولي إنه بصدد تقديم مساعدات إلى تركيا بقيمة 1,780,000,000 دولار لتمويل أعمال الإغاثة في أعقاب الزلزال. قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن البالون الصيني الذي عبر الولايات المتحدة كان مزودا بهوائيات قادرة على الأرجح على جمع الاتصالات كمعلومات استخباراتية. وأضاف المسؤول الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لاتخاذ إجراءات ضد برنامج المراقبة الصينية، لافتا إلى أن الشركة المصنعة للبالون لها علاقة مباشرة بالجيش الصيني. أخفقت باكستان في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في آخر يوم من المحادثات العاجلة بينهما وفق ما أفادت به وسائل إعلام باكستانية. وعلى الرغم من ذلك بدا وزير المالية الباكستاني متفائلا بإمكان التوصل إلى اتفاق مع الصندوق قريبا لدرء خطر الإفلاس ووسط ارتفاع التضخم ونقص المواد الخام للصناعة في البلاد. رياضيا، يخوض فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك مواجهة هامة حينما يستضيف فريق شباب بلوزداد الجزائري في 6 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. ويسعى الزمالك خلال اللقاء إلى تجاوز نتائجه السلبية خلال الفترة الأخيرة وتحقيق انطلاقة قوية في مجموعته بدوري الأبطال التي تضم إلى جواره مع الفريق الجزائري كل من الترجي التونسي والمريخ السوداني.
نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. خلينا دلوقتي نشوف بعض تعليقات ومشاركات حضراتكم على سؤال الحلقة. وسؤال الحلقة هو: من وجهة نظركم شايفين انه زواج عن حب افضل ولا زواج التقليدي او زواج الصالونات؟ هنبدأ بالأستاذ علي العميري، بيقول لا ده ولا ده، في الزمن ده صعب عيش لوحدك وشيل نفسك. يا لا مش قوي كده، ليه؟ ليه كل حاجة بالعقل تبقى لطيفة؟ في ملك غالبا لو انا قريت الاسم صح بيقول او بتقول اكيد جواز الصالونات عن تجربه، دائما الجواز عن حب حتى لو كان بيرفكت بتكونوا حاسين ان ناقص حاجه ودايما بيفشل. دي نظره تشاؤميه جدا برضو، يعني مش يعني ما نقدرش نعمم، مفيش قاعده مطلقه في العالم في الدنيا يعني. في كمان استاذ علاء هارون بيقول صباح الخير استاذ جمال، صباح الخير على حضرتك يا استاذ علاء. بيقول جواز عن حب افضل حاجه، انا خطبت 3 مرات خطوبه عادي مش عن حب، كلها فاشله قرارات، كلها قرارات فاشله، قررت اخد حد عن حب وربنا يسعد الجميع. في الاستاذ كمان ابو عبد الرحمن ربيع بيقول صباح الخير عليكم عليكم وعلى مصر كلها، صباح الخير يا استاذ ابو عبد الرحمن. بيقول كلها الجواز كله اسمه ونصيب، بس لازم الاختيار الصح والاخلاق والتربيه اهم حاجه من الطرفين. انا بؤيد كلام حضرتك جدا. في عفاف مصطفى عمر بتصبح علينا، صباح الخير على حضرتك. بتقول انا اول مره اشارك وسعيده بالبرنامج والسؤال المطروح، احنا كمان طبعا سعداء بحضرتك ونتمنى ان هي ما تكونش اخر مره. وبتقول انه اكيد الزواج عن حب افضل، لانه الحب بيذلل العقبات، بس يكون حب حقيقي قوي مش مجرد اعجاب، ومع الوقت ينتهي. ومع الحب القوي ده تاتي الموده والرحمه بين الأزواج. في كمان نسمة رأفت بتقول التوازن، ده تعليق لطيف جدا، التوازن بين العقل والقلب هو الأساس، وبرده خير الأمور الوسط والتوكل على الله في الاختيار، لكن الأصل والأسرة أساس في الاختيار الصح، والعشرة الطيبة والمودة تتوفر بإذن الله، ده بكل تأكيد. في يعني في المعظم شايف انه التوازن بين العقل والقلب. وفي كمان ام اماني بتقول جواز عن الحب الصادق والقائم على الموده والاهتمام من كل طرف. عبد محمد بيقول الجواز عن حب احسن بكتير. في سهام هيكل بتقول صباح الخير عليكم يا اجمل برنامج، صباح الخير على حضرتك استاذ سهام. بتقول الزواج عن حب ليه مميزاته وعيوب، وكذلك زواج الصالونات ليه مميزاته وعيوبه. زواج عن حب من عيوبه ممكن الواحده تيجي عن نفسها اكتر ولا تشتكي لانه اختيارها، اما الصالونات من عيوبه انهم ما بيكونوش فاهمين بعض كويس، وخصوصا لو تم الزواج بسرعه فبيحتاج فتره للخطوبه. يعني دي بعض التعليقات ومشاركات حضراتكم. على اي حال زي ما قلنا التوازن اعتقد بين العقل والقلب مهم جدا 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 عشان نقدر نختار. لا ينفع نحكم قلبنا بس ونتغاضى عن العيوب، ولا ينفع نحكم عقلنا بس ونتغاضى حتى عن المشاعر الطيبة وعن القبول. كل دي حاجات مهمة، لازم كده بيكون في أرض صلبة بنقف عليها، اللي هي إيه؟ اللي هي الأخلاق، التوافق الفكري، التوافق في حتى الأفعال السلوكيات. دي أرض كده الأول نقف عليها، أرض صلبة نقف عليها، وبعدين نشوف بقى أي حاجة بعد كده. على أي حال هنروح لموضوع آخر، وزي ما احنا متعودين دايما في صباح الخير يا مصر بيكون في فقره مخصصه لاطفالنا وسلوكيات اطفالنا. دايما الاطفال مختلفين في شخصياتهم وفي طباعهم عن بعض. في بعض الاطفال بتكون اطفال طيعه وبتكون تسمع الكلام، في اطفال تانيه بيكون عندهم مشكله العند. يعني العند بيبقى صعب جدا، خاصه الامهات بتواجه المشكله دي، المشكله في التعامل مع الطفل العنيد. ازاي تقدر تقاوم هذا السلوك؟ ازاي تتعامل بطريقه تربويه سليمه تناسب طبيعه الطفل بدون ما تؤثر بالسلب على شخصيه هذا الطفل؟ هل العند اصلا دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟
ازاي نتعامل معاها. تفاصيل كتير جدا هنعرفها النهارده من دكتور نور اسامه استشاري تعديل السلوك. دكتور نور صباح الخير عليكم، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك، ربنا يخليك. بما انك بقى كنت قاعد معايا وانا بقرا التعليقات، شايف رايك ايه، جواز عن حب ولا صالونات احسن؟ انا شايف الاثنين، الحب العائل. شكرا. ان انا احب بقلبي وافكر بعقلي، يعني اللي لازم الاثنين يتوافر عشان الايكوال في الاخر، ان يبقى اكون جواز يعني اكون سعيد واكون عقليا انا مقتنع. عشان صحيح. ممكن احب من غير ما افكر، وممكن افكر من غير ما احب. فالاثنين الايكوال بتاعهم مش هيبقى صح، اللي هو اصلا بقى بينعكس على الاطفال بعد كده. حقيقي. اللي احنا هنتكلم عليهم دلوقتي. طيب العند، خلينا نقول صفه حميده ولا صفه مكروهه؟ يعني هل الطفل ممكن نسمح انه يكون فيه في شخصيته شويه عند ولا لا خالص، لازم اول ما اشوف احس ان ابني فيه سنه عند اكسرها؟ طيب حلو قوي الكلمه دي، صفه. في فرق بين السلوك والشخصيه. السلوك هو في بعض الاوقات بجرب سلوك العند، وانت قلتي من شويه كنت بنتكلم مع بعض فبتقولي لي هو في جزء منه مكتسب. اه حقيقي ممكن يكون في جزء مكتسب جينيا، ان انا واخده من بابا او ماما. صحيح. ده ممكن. وفي جزء تاني على عامل بيئي، طريقه التربيه ده مؤثره. وفي العامل التالت العامل البيولوجي، ان انا مثلا كنت عرض الصدمه فاثرت في شخصيتي. بس تعالي نتكلم عن اول اتنين، العائل ممكن يكون موروث والمكتسب من البيئه. انا ممكن اغير اي حاجه موروثه من خلال اسلوب التربيه. فهو بيكون صفه ولازم تحصل مع كل الاطفال. عشان كده بسميها في الاول العند المؤقت. البيبي عند سنتين ونص يبدا يمشي لوحده، يبدا يتكلم شويه، يبدا يحس بقى انا ليا كيان، حب استقلال، وعايز ارد الكبار. فانا ببدا اقول بقى لا عيب كده ازاي. فطريقه التعامل في السن ده او طريقه التعامل مع الصفه دي قد تصل او تغيرها من هي صفه العند المؤقت الصحي الى العند الدائم. طب ده ليه اسباب؟ اه طبعا ليه اسباب. يعني مثلا في بعض الشخصيات، وعلى فكره اتباعا على حسب الشخصيه، يعني ممكن بعد كده ممكن تبقى شخصيه قويه او شخصيه جريئه او ممكن اقول الخجوله شويه. دول التعامل غير بقى قله ثقه بالنفس شويه او الشخصيات المتواضعه. ليه؟ ما بحبش بقى طول التعاملات، انا عايز احجم ابني وعايز اعلمه، فدايما قوم هات كذا، اعمل كذا، الامر، الأوامر. صيغه الامر، قوم 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 اعمل كذا اعمل كذا، والاوامر المتتاليه بتبدا تحول العند المؤقت الصحي الى العند الدائم. كان في يونسكو من كام سنه عملوا تجربه، يعني عملوا عينات بحث في مصر، اكتشفوا ان 87% من الاطفال من سن 1 سنه لحد 14 سنه بيتعرضوا الى الايذاء البدني، الضرب، قسوه شديده. كام في الميه معلش؟ 87% بيتعرضوا الى الايذاء البدني. 87% دي نسبه كبيره طبعا جدا. من سن سنه ل 14 سنه، انت احنا عندنا 12 سنه، 100 اكتر من 80 او 85% من القيم بتكون اكتملت. لا ده في كمان ايه بقى، 91% من الاطفال من سنه لحد 14 سنه بيتعرضوا الى الايذاء النفسي. في طبعا جزء تنمر، ان انا ممكن اقوله كاب او ام انت بتفهمش حاجه، او الصيغه دي على اساس ان انا بقى يعني مش بمدح بس بهز بسلوكه اعتقادا مني ان ده يخليه كويس. بس ده وده بيؤدي في حاجه الى الاسقاط النفسي او النشوز الدفاعي. ده بيكون حتى ساعات في صيغه هزار، يعني بيبقوا بيهزروا مثلا مع اصحابهم او قرايبهم وهم قاعدين، فزي ما حضرتك قلت تنمر، هم فاهمين ان احنا كده بنهزر، لا مش بنهزر. يعني اعتقد شفنا طفل اتضايق او حاجه احرجته خلاص ممكن نتوقف عنها او نصلحها حتى قدام الناس مره تانية في لحظتها. او التهديد، على فكره ده بالنسبه لي برضو قريب من كلمه التهديد. لو عملت كذا انا اقول العيله، انا اقول لخاله، انا اقول كذا. فكره التهديد المستمر او العكس بقى، التدليل الزايد. طبعا. ليه بقى؟ الرضغ لطلباته. الشوكولاته غلط او ده غلط، فابدا بزن بعيط باي شكل او ببتزه عاطفيا، فانا بتراجع في قراري، فبيبدا يكرر السلوك. فكره الغيره، الاخ الكبير هو فاهم كل حاجه، او الصغير ماشي صغير فبيعمل كل حاجه، فانا بخلق لا انتوا ما بتحبونيش، فبيحس ان الكونفرز يعني منطقه امان، او حاجه اسمها منطقه الهابي كرامس، منطقه الامان في التربيه اللي خاصه بعد كده بالنمو الفكري والنمو البدني، تبدا بتاثر، فبتبدا عايز يعمل نوع من انواع لفت الانتباه من خلال العند.
او اختلاف التعامل بابا وماما. بابا مثلا بيجي بالليل فبيدلل، وماما عشان قاعده طول النهار فعايزه تربي. طبعا الاثنين نفسهم انهم يطلع كويس، بس كل واحد بيتعامل بطريقه، ففي الاخر انا مش بوصل انا بعرف اعد سلوكه. العقاب الجازم، عمل كذا، مش بقول له مثلا انت عملت غلط، فيعني مثلا وقع حاجه فاقول له اللي انت عملته غلط، فبعد كده ازاي تمسك. يعني كان في طبيب مشهور قوي، طبيب اطفال، كان بينه وانا صغير انا ثلاث تخصص ده، عشان زمان كان في ازازه كان في جواها لبن وقع على الارض، فافتكرت ماما هتضربني، جت ساعدتني اللي احنا نلم اللبن وهي شالت الازاز، بعد كده علمتني الفرق ان امسك حاجه ازاز وحاجه بلاستيك وايه الفرق بين ده وده. اتغيرت كتير جدا. فكره التعامل المباشر ازاي بعد كده المره الثانيه لو كررتها، ببدا العقاب العاطفي، انا متضايق منك مش هتكلم معاك نص ساعه او ساعه. اللي بعدها في عقاب مادي، لا انا بعد انا بزعق، نبره صوتي عاليه، عيني بتبقى مبرقه، هو مسمع، هو خاف مني. فبيبدا ممكن يعمل حاجه لو على حسب الشخصيه، ممكن يعملها بعد كده من ورايا خوفا مني، او ممكن يعملها كنوع من انواع العند عشان اتعاملت اصلا غلط معاه. ده بالنسبه للعند المكتسب، مظبوط، مكتسب من التربيه بتاعتنا بالظبط. طيب النوع الثاني، النوع الثاني الدايم اللي انا التصميم العنيد، هو انا بقول لا من اجل كل شيء، عشان انا من الشخصيات القويه او الشخصيات الجريئه. فلازم نتفاهم، يعني لازم دايما تديني اختيارات، تحب ده ولا ده ولا ده. فانا دايما في الاسلوب ده بعوم الكلام. ماما انا من فضلك عايز اقعد قدام التلفزيون، لا مش هتقعد، بقعد بقى اعوم، طب اقعد شويه. فاسلوب الاسلوب بتاع تعويم الكلام، لازم احط ورقه مهام محدده للشخصيات اللي بتكون عنيده، واديها دايما اختيارات. يعني فكره لا او او الجمل السامه، هو كده وخلاص، انت لسه ما كبرتش. عارف انت مثلا عمل حاجه غلط قدام الناس، فابدا بقى ابرق له الكلام او الجمل السامه اللي احنا ممكن نقولها له، هي بتزود درجه العند. لو انا بقى انا فكره لا دي، طب ليه لا؟ هو لا وخلاص، فانا بزود العند، وفي الاخر هنوصل لتعويم الكلام، وفي الاخر هنوصل لو هو مش هيعمل حاجه بتاعتي، وممكن يوصل للتحصيل الدراسي يبدا يقل. فاحنا يحاول ان هو يعني صحح لي طبعا حضرتك، يعني لا يفتى ولك في المدينه طبعا، او حتى ان هو يبقى يعني بيعمل ده عشان يضايقني، يعني هو مش عشان اي حاجه، بس انت قلت لي لا طب هضايقك ومش مشكله، هتعمل ايه؟ هتزعق لي وانا متعود تزعق لي، هتعاقبني وانا متعود تعاقبني، هتعمل ايه اللي هيحصل زياده؟ مظبوط، ده جانب برضو صح؟ ده حقيقه. انا عايز اقول لك هي ممكن توصل للكذب، الكذب جذب الانتباه. يعني انا بعمل كده عشان تعرفي ان انا عملت كده، انا وقعت حاجه، انا وقعت حاجه، انا ممكن اجذب لجذب الانتباه، انت كذبت، فببدا ببتز بابا او ماما عاطفيا علشان نوع من انواع النشوز، انتوا مش زعقتوا لي؟ طب انا مش عامل ده. ده مش الشخصيات اللي بتبقى قويه قوي اللي ممكن تبدا تتكلم بدري قبل العمر بتاعها، جمل مثلا من كلمه او كلمتين من بدري، تبدا يبقى عندها كاريزما، فببدا لا انا عايز اقومها، انا كده مش بقومها. انا كده بزود درجه العند اللي ممكن يوصل بعد كده قبل دخول مرحله المراهقه حاجه اسمها التمرد السلبي. اللي احنا بنلاقي دايما ممكن يرد على بابا، ممكن يرد، ممكن يوصل مد ايد، الحاجات دي كلها البدايه بتاعتها كان غلط من البدايه، اللي انا ما عملتش الجسر اللي هو ابدا اديله ورقه المهام وابدا اديله اختيارات. يعني مثلا بتبدا حاجات الصغيره بتاعت المذاكره، انا مش عايز اذاكر ده، عايز اذاكره غصب عنك، بدل ما افكر انا ابدا احط الحوافز، مثلا لو انذاكر انت بتحبش العربي، طب خلاص نحط في النص مثلا، ونحط حاجه بتحبها في الاول، طب لو عملت ده هناخد بريك في النص، بعد كده هديك الهدايا الفلانيه بناء على سكور شيت او بناء على ورقه المهام الحاجات اللي عملتها دي، فتاخد مكافاه. انا مش عايز اذاكر، طب انت هتذاكر هنا وانا اقعد جنبك هقرا. يعني محفزات قبل فكره ما هتذاكر، او زي ما قلنا صيغه الاوامر. طيب انا دلوقتي ام وشايفه في ابني ان هو عنيد، امتى ابقى انا متخيله او متفهمه فكره انه لا احنا لسه في المرحله او الرينج زي ما بيقولوا الحدود المقبوله، او هنا انا لازم يعني الجا لشخص متخصص يقدر يساعدني في الحاله دي؟ طيب هي بتبدا من مرحله كي جي 1، لما ببدا احس ان الموضوع بدا التعاملات بدا يبقى فيها مش مجادلات، لا بقى فيها لا،
وبقى فيها نوع من انواع البجاحه او الزعيق، انا مش عامل ده. وبدا ياثر حتى على المدرسه، يعني الشخصيه بتاعتنا العامه اللي هي بتاعت المدرسه وبتاعت القرايب انا بحاول اتجمل قدامهم، وشخصيه خاصه اللي جوه البيت دي اللي بتبان فيها الشخصيه الحقيقيه بتاعتنا. لما تبدا لا اللي بره النادي او المدرسه يبدا يشتكوا ان هو بدا ما يسمعش الكلام وبدا يسوف من الكلام وبدا يجادل، انا كده لا انا كده عندي مشكله. انا كده عندي مشكله، عشان الموضوع تحول من السلوك العند المؤقت الى العند الدائم اللي ياثر بعد كده على مستوى التحصيل الدراسي بتاعه، وبيأثر بعد كده على البيهيفير بتاعه. فانا كده ساعتها لا لازم اقف، عشان ممكن توصل لنوبات الغضب. يعني الطفل العنيد انا وانت يعني دايما بقول ايه، لا يعني هنعمل الموقف ولازم دايما التاكيد عليه، ما ينفعش اتراجع في القرار بتاعي، ده غلط يبقى ده غلط، بس طبعا تدريجيا. لما فهمه ازاي المرحله التانيه لما يغلط ببدا زي ما قلت لك العقاب المعنوي الاول، بعد كده العقاب المادي، بعد كده بديله اعباء اضافيه. لو كل ده نفذ مني لا ببدا بقى التعامل معاه بيكون مختلف شويه. طيب لو ده حصل في المدرسه وبدا التحصيل الدراسي لا الموضوع بيقل ولا من اجل لا، لازم ببدا اغير بقى اسلوب التعامل، لازم اقدم له اكتر شويه اختيارات، وابدا اقدم له مكافئات اكتر من فكره العقاب، علشان ممكن يوصل لنوبات الغضب. يعني ممكن ليه بقول لك في السن ده؟ عشان بتبدا نوبات الغضب بدرجه اولى او لحد الدرجه الثالثه اللي هي ايه؟ يخبط راسه في الارض. يرمي حاجه ويكسرها. خلاص هتعملي ايه؟ هتضربيني؟ خلاص تضربيني. هو بدا يتعود على الايذاء النفسي او الايذاء البدني، فبدا الموضوع يوصل عنده للاسقاط النفسي بشكل كبير. فممكن حتى يأذي اخواته بالكذب الانتقامي، هو كذب، هو عمل كذا، هو ما عملش اصلا كذا. الغيره ممكن تحول الى ايذاء، فانا ما وصلتش حاجه. حتى ممكن ساعتها حلم الابوين انا عايزك تعمل كذا، هو في السن ده ما يعرفش الفرق بين الخيال والواقع، فهو شايف اللي انت بتاذيه، هو مش شايف اللي انت بتعمليه دي حاجه لمصلحته. فلازم في الوقت ده ابدا اتدخل عشان ما توصلش الموضوع الى لومات الغضب اللي ممكن يبدا يأذي فيها نفسه، وفي نفس التوقيت البيهيفير بتاعه بدا يبقى اسوا وبدا التحصيل الدراسي يبقى اسوا. وفي بعض الحالات الاطفال العنيده اللي في سن الكلام اللي هي بقى انا بتكلم على الشخصيات الموروثه بيمنع نفسه عن الكلام، يعني قول بابا بابا، فلما يبدا يقول بابا مش هتكلم، وبيتاخروا في النطق وبيبدا يجن. فانت اشوف هل في حاجه اسمها لسان مربوط، في حاجه في الجيوب الانفيه، هل في حاجه مثلا عنده صعوبات، هل عنده مشكله في الكلام، هل في تاريخ مثلا مرضي، مفيش اي حاجه خالص. يطلع هو مش عايز يتكلم عشان هو بيعند في البيت. طيب في حد برضو ممكن يقول طيب ما هو انا لما اتعامل بالشكل ده مع ابني وهو شخصيه عنيده ممكن ان هو يستغل بقى الموضوع ده، لو ما عملتليش كده انا هعند معاك. طب وهنا برضو الوضع يعني امتى احدد لا انا بقى كمان لازم اخد موقف وده مش هيحصل، وامتى احاول زي ما حضرتك قلت كده احاول اهدي الدنيا، احاول الم الامور، احاول اتعامل معاه، يعني احاول ارضيه عشان اعرف افتح حتى باب للنقاش معاه او اقدر اوصل له. طيب دي حاجات محدده قوي معينه قوي اللي هو ايه؟ الاعتدال. يعني احنا بنعمل يدادة بمعنى اللي انت غلطان، اللي انت عملته، اللي انا دايما بقعد اعمل فوكس على السلوك اللي انت عملته غلط، انت مش وحش. يعني دايما حتى في العقاب انا بحبك، فلما بيجي يعتذر لي وده جزء من عند انا بسامحه. طب انا بسامحه حاجه والعقاب حاجه تانية، فدي مشكله كبيره جدا عندنا جاب كبيره قوي. فالاعتدال يعني ولا لازم تزعق وتضرب وتعمل كل ده وكل ده غلط، ولا لازم تدلل، ولا لازم تتراجع في القرار، بس انت حط ورقه مهام. يعني دايما بقول ايه، الطفل العنيد بيجي يروح مثلا في قواعد كده معينه، بروح مول فانا لازم اجيب ده واجيب ده. ايوه انت غلطت، انا كاب وام غلطت ان انا ما عملتش ورقه القواعد. يعني مثلا العند اقعد اخبط راسي في الارض في المول عشان تجيبوا لي ده، فبجيب ده، فبعرف ان ده نوع من انواع الابتزاز اللي بعرف ابتز بغضب او ما هو بيه. طب ما هو عنده حق برضه كطفل، طب المفروض اعمل ايه؟ ورقه القواعد، ورقه القواعد دي مصاحبه. انا مش بقول رشوه، الرشوه دي عباره عن هجيب لك شوكليت مثلا لو انت عملت كذا، بقى كل حاجه مقتنع بحاجه مصاحبه، ده مش صح. هقول اللي هي مثلا حاجات قصيره المدى النهارده، حاجات بسيطه ومالهاش علاقه بالسكريات طبعا، وحاجات طويله المدى اخر اسبوع بناء على درجات او استرات على حسب سنه وعامل كام سنه.
فبدأ احفزه لو عملت ده هعمل لك ده، وبديله القصه الاستباقيه بقى. لا انا رحت المول، احنا رايح دلوقتي انا قابل خاله، هنقعد ارجوك ما تعملش شقاوه، ما تعملش كذا، بديله حاجات. طب لو ما عملتش ده هناخد مكافاه النهارده، هروح مكلم فلان هنعمل كذا. طب لو عمل انا مضطريه اخده وانسحب. لازم يعرف اللي انت اقوى منه، بدل ما انت اتعاملتيه خلاص ما فيش ايذاء نفسي وفيش ايذاء بدني، خلاص انا اتفقت معاك ان انا اديتك القواعد اللي نمشي عليها، لو عملتها ديك مكافاه. طب لو ما عملتهاش لا هبدا اعاقبك بان انا هسحبك من المكان ده. يعني لو عمل كده في مول وخبط راسه في الارض وسحبته وروحنا، او عمل كده عند تيتا ومنعته وروح تيتا اسبوع، هيفكر مليون مره قبل ما يعمل حركه تانية. طيب لو انت جبت له حاجه ده اسمه تدليل. طب لو قصيت عليه زعقتي له قدام الناس وضربتيه، خلاص هيبدا هو شخصيه عنيده، هيبدا ان هو من انواع الشوز الدفاعي، فيبدا يضايقك اكتر. طب انا مش قايل، فيبدا الليفل بتاع العند يزيد. ففكره ان انا احط ورقه قواعد، يعني قبل ما اعاقبه على حاجه افهمه الاول القواعد عشان حتى يبقى هو فاهم انا عملت ده ايه غلط وعملت ده ايه صح، يبقى هو عنده خلفيه حتى هو عمل ايه. مظبوط كده؟ زي مثلا لما بقول له ما تعملش كذا، فراح يعمل حاجه اللي هو عارف ايه بتضايقني، ودي غلطه كبيره. انا مفيش حاجه بتضايقني، يعني يرمي حاجات في الارض عشان عاقبته. طب العقاب بقى واقعد ازعق تاني فيرمي حاجه تانية. فالليفل بتاع الاحترام اللي بين الطفل وبين الاب والام بيبدا يقل تدريجيا، وده مش صح طبعا. انا بقى لو بعد عمل العقاب ده على طول العقاب المعنوي، مش هتكلم معاه لمده نص ساعه، كل ما يرمي لمده ساعه لحد ما يجي انا اسف وانا قبل اعتذارك، بس حط الحاجه. بعد ما احط الحاجه ببدا احكي له قصه في الخيال، انا زمان كنت بعمل كذا بس كنت بسمع كلام بابا، وبحط له حاجه هو كان بيحبها زي بابا اللي هو البرمجه اللغويه ساعتها بتاعته اللي هو القدوه بتاعته، كان بيعمل كذا بس كان بيسمع الكلام. فببدا احكي له قصص هو مش هيسمع غير القصص والفيديوهات التوعويه، او انا احكي له حاجات القدوه فيبدا يقتدي بيها، مش الزعيق مش الايذاء النفسي او البدني. صحيح، يعني زي ما حضرتك قلت دكتور، في الاول في الاخر لازم يكون في قواعد للطفل موجوده عشان يبقى هو عارف حتى ازاي، يعني زي ما بنقول كده الاسترشادات او الارشادات اللي يبقى على اساسها عارف اذا كان هو بياخد هديه على ايه، او بنقول له شكرا على ايه، او بنكافئه على ايه، او حتى بيتعاقب على ايه، يبقى فاهم. لكن ما ينفعش اول غلطه اطلع فيه على طول، اكيد هو مش هيبقى فاهم اساسا هو ايه اللي حصل زي ما حضرتك قلت. ثانيا احنا برضو اعتقد الاسر او اولياء الامور هم مرايه لاولادهم. في ناس بتقعد دايما تتفاخر بس اصلا عنيده، ويشوف عند بين بابا ومامته فبيكتسب برضو هذا السلوك، ودي نقطه تانية. فيعني احنا مش هنتطرق لحته قوي التربيه الحديثه ويمكن المصطلح ده اللي بنسمعه كتير، لكن هو لازم نتفهم اولادنا. واحنا بنتكلم عن تربيه، هي تربيه لازم نتفهم ولادنا، خاصة دلوقتي ظل الانفتاح الموجود والتواصل المواقع التواصل الاجتماعي و و و. فيعني أنا بشكرك طبعا جزيل الشكر، أتمنى أنه يمكن أولياء الأمور اللي سمونا دلوقتي يستفيدوا طبعا من إرشادات حضرتك ونصايح حضرتك. بشكرك جزيل الشكر دكتور نور أسامة استشاري تعديل السلوك، نورتنا في صباح الخير يا مصر. نورك، ربنا يخليك يا رب. شكرا. طيب مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتكم ما تبقى من فقرات صباح الخير يا مصر، استنونا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. طبعا الجو برد جدا وناس كتير جدا دلوقتي عندها دور البرد بتاع الشتاء، والحقيقة انه في ناس اول ما بيجيلها نزلة برد او تحس بشوية وجع في بطنها على طول تروح تجري على الصيدلية تشتري ادوية مسكنات مضادات حيوية. احنا بقى يعني بنخترعها بنكتبها لنفسنا من دماغنا، لا روحنا للدكتور ولا استشارنا طبيب ولا حتى يمكن فكرنا ان احنا يعني نستشير طبيب حتى عشان بس نطمن على صحتنا. وطول الوقت وزاره الصحه بتحذر، وطول الوقت احنا بنحذر انه المضادات الحيويه ما ينفعش ناخدها من تلقاء نفسنا، لازم نستشير طبيب. طول الوقت برضو احنا بنستسهل بنروح للصيدلي، لو سمحت عايزين مضاد حيوي عشان انا عندي برد، ناخد مضادات حيويه. وهنا السؤال بقى، يا ترى ايه الاضرار الصحيه اللي ممكن تحصل لنا في الحاله دي؟ ايه الكوارث؟ وصحيح هي بتصل لحد الكوارث اللي ممكن تحصل في المستقبل، ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل للجسم؟ اسئله كتير جدا هنجاوب عليها بالتفصيل مع ضيفنا منورنا في الاستوديو دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير دكتوره جوانا وكل مشاهدينك الكرام. دايما منورنا في صباح الخير يا مصر. ميرسي، ده نورك. ويعني
احنا عندنا ثقافه مش لطيفه ان احنا ننزل الصيدليه لو سمحت انا عايز مضاد حيوي عشان انا واحنا يعني بنخترع ممكن اصلا يكون اللي انا حاسس بيه او الاعراض اللي عندي لا تتطلب مضاد حيوي اصلا ومع ذلك بناخد مضادات حيوي. الثقافه دي ممكن تؤدي ايه الاضرار اللي تؤدي ليها في المستقبل؟ تمام يعني السؤال كويس نبدا بيه كده ان المضاد الحيوي ده بيعالج مبدئيا كده بكتيريا. احنا في الشتاء وانا عارف ان اليومين دول معظم الناس حاسين باعراض، معظم الاعراض دي فيروسات، حتى احنا بنسميها فيروسات الشتاء. صحيح. فسواء كانت انفلونزا، مخلاوي الار اس في او كوفيد، الثلاثه دول فيروسز. المضاد الحيوي ما بيعالجش فيروس، خلينا نحطها يعني ايه قاعده في الاول كده عشان اول جمله مهمه جدا. المضاد الحيوي مش بيعالج فيروس. ملوش علاقه على الاطلاق. فبالتالي فكره ان حد حاسس ان هو ايه زوره محتقن شويه، عنده شويه ارتفاع الحراره، لا اصل انا صوتي رايح شويه، تعبان، لا انا هنزل اجيب مضاد حيوي، وغالبا بينزل يجيب حقنه لكبسوله واحده وده في قمه الخطوره. خلينا نتكلم ايه اللي بيحصل مبدئيا غير ان هو خد دواء ملوش اي علاقه بالفيروس اللي عنده. المضاد الحيوي هو اوريدي حاجه بتتاخد لو في بكتيريا في الجسم، ولازم الكورس نفسه يخلص للمضاد الحيوي لو في بكتيريا عشان ما يحصلش مقاومه للمضادات الحيويه. احنا قبل كوفيد في 2019 كان تقريبا في 1,000,000 حاله بتموت بسبب مقاومه المضاد الحيوي. يعني ايه؟ يعني شخص بياخد مضاد حيوي والمضاد الحيوي ما بيشتغلش بسبب ان جسمه البكتيريا اللي عنده بيسموها سوبر باج، يعني باج قويه ما بيأثرش فيها ولا مضاد حيوي، من اصغر مضاد حيوي جسمه بيقاوم المضاد الحيوي، البكتيريا نفسها مقاومه للمضاد الحيوي فبالتالي بيموت. معدل الوفيات كان 1,000,000، متوقع ان بعد كوفيد وكميه سوء استخدام مضادات الحيوي اللي حصل في السنتين بتاعت كوفيد ان الرقم ده غالبا ممكن يخش في 1,500,000. طبعا معظم الدول ابتدت تحط ريستريكشنز، ابتدت تحط تحذيرات كبيره على فكره ان حد يصرف مضاد حيوي، مش بس روشته، هم ابتدوا كمان يقولوا روشته مختومه، يعني بحيث ان الدكتور نفسه محتاج يختمها من مستشفى عشان يبتدي يعملوا تريسنج للحالات اللي خدت مضاد حيوي. كل مره الشخص بياخد مضاد حيوي هو بيقلل فرصه ان المره الجايه لما ياخد مضاد حيوي يشتغل. للاسف مش ليه هو بس، للناس كلها، لان هي البكتيريا نفسها اللي هتتغير وتبقى سوبر باج ممكن تروح لشخص تاني ما كانش بيعمل ابيوز للمضادات الحيويه وبرده ما ياثرش معاه مضادات حيويه. فبالتالي احنا مهم جدا ان الشخص لو خد مضاد حيوي يتاكد ان هو محتاجه، ولازم عنده عدوى بكتيريه مصاحبه للعدوى الفيروسيه، ودي ليها شروط. الشخص بعد فتره من العدوى الفيروسيه ممكن يبتدي ينزل يحصل بكتيريا في الصدر فمحتاج انه ياخد مضاد حيوي. ده مين اللي هيعرف كده؟ مش الشخص، اكيد الدكتور. اكيد الدكتور. اكيد الدكتور. هو محتاج ان هو يروح يكشف الاول ويتكتب له مضاد حيوي، ولو اتكتب له مضاد حيوي ما ياخدش يومين ثلاثه يقول انا اتحسنت فهخلص خلاص مش هكمل الكورس. يبقى تاني شرط لو حد ابتدى مضاد حيوي لازم يخلص الكورس لغايه الاخر. لو ما خلصش الكورس برضو يا دكتور نفس المشكله اللي تحصل في نفس السوبر باج برضو، هيبقى في سوبر باج، نفس مشكله السوبر باج. فبالتالي يبقى اول حاجه انا ما باخدش مضاد حيوي لو انا عندي فيروس، تاني حاجه انا باخد الكورس لمضاد حيوي بالكامل لغايه الاخر. فكره بقى الكولكشن اللي الناس بتاخده من الصيدليات اللي هي كيس جواه فيه ليها اسم برضه، يعني هم مسمينها ليها اسماء كتير، يعني مجموعه البرد بالظبط، يعني حد بينزل ياخد مجموعه برد، فسواء كانت هي اورال يعني كبسولات واقراص او حقنه، فتلاقي فيها كورتيزون ما شاء الله وفيها دي حقنه هتلر بالظبط اسمها يعني كده تقريبا، كورتيزون ومضاد حيوي ومسكن في نفس الوقت، الثلاثه ادخلته ببعض وياخدها هي مره واحده. اقول لك دي بقى ايه بتودي البرد، دي كارثه يعني، غير طبعا كل مشاكل الكورتيزون اللي من غير داعي اللي احنا كلنا عارفينها. مشكله ان هو بياخد مضاد حيوي قوي جدا حقن، واحنا طبعا دايما نقول البكتيريا اللي تموت بامبسلا يعني اصغر مضاد حيوي ليه اديها اخر جنريشن في مضاد حيوي؟ ليه اديها اقوى حاجه؟ اديتها اقوى حاجه، انا بعد كده هيجي لي بكتيريا صغيره قوي وضعيفه وكان المفروض تموت ببنسلين ما تموتش باقوى مضاد حيوي. فبالتالي باخد كورس واحده وما يكملش، بياخد اقوى مضاد حيوي. احنا عندنا ابيوز للاسف في المضادات الحيويه بتتصرف، الشخص ممكن يروح يشتريها من اي صيدليه ويصرفها. تهيألي احنا ونيد اكتر، لذلك مصر من بالظبط 6 شهور اطلقت الحمله القوميه لترشيد استخدام المضادات الحيويه. متهيألي كان دكتوره غاده علي يونس كانت موجوده في البرنامج هنا من كام شهر واعلنت اطلاقها، وهي الهدف منها هي الفكره دي ان ما يبقاش في صرف للمضادات الحيويه الا من
مستشفيات وصيدليات بروشيتا، الروشيتا دي مختومه، فبالتالي نقلل فكره الريزيستنس او المقاومه للمضادات الحيويه. طيب ده بالنسبه للمضادات الحيويه. المسكنات بقى، احنا ناس كتير جدا، احنا المسكنات بالنسبه لنا يعني بونبوني طول ما شويه صداع مسكنات، وجع في البطن حقن مسكنات، وجع شويه بس في الظهر او حاجه مسكنات طول الوقت. الاضرار بتاعت المسكنات، طب احنا يعني خلينا نقول جسمك على ما تعوده. يعني انا عودت ان انا بيجي لي صداع باخد كل المسكنات الموجوده في البيت، هتعود ان انا كل مره هيجي لي صداع هاخد كل المسكنات اللي في البيت، فبيحصل حاجه بيسموها الاعتياد تولرانس. فانا خلاص انا بقى في الاول كنت باخد الايبوبروفين او الدواء المسكن ده تركيز معين، بقيت محتاج تركيز الضعف شويه، بقيت محتاج تركيز اعلى. وفي اوقات بيحصل يعني اعتماديه، يعني خلاص بقى عنده ديبندنس ان هو لازم ياخد مسكن بصفه دوريه، وابتدى يبقى فيه ادمان للمسكنات. كنت لسه اسالك بس دي حاجه يعني حاجه سايكولوجيكال، حاجه نفسيه، ولا بالفعل في يعني حاجه بيولوجيه فكره التولرنس؟ حلو السؤال، برافو عليك. يس، هي الاثنين. يعني هو اول حاجه بيبقى عنده اعتماديه، متخيل ان هو مش هيقدر يكمل يومه الا لما ياخد المسكن متعود عليه، ومتخيل ان هو لو ما خدوش الوجع هيبقى شديد جدا فهو مش هيقدر يكمل يومه. ممكن ده ما يحصلش. الحاجه الثانيه ان هو اتعود ان هو محتاج ياخد المسكن عشان الجسم نفسه يهدى. في ناس ما بتاخدش على الاطلاق مسكنات الا عند الضروره القصوى، هتلاقي نسبه التولرنس بتاعتهم احسن، يعني نسبه الاعتياديه بتاعتهم اقل على المسكنات، فبالتالي يقدر يستحمل صداع، يقدر يستحمل الم. تلاقي الناس دي اللي هي مثلا ممكن هو رايح عند دكتور السنان مش محتاج ياخد 3 4 حقن بنج، هو الثريشورد او الحد بتاعه احسن في تحمل الالم. ده احسن كمان عشان المناعه الطبيعيه، انا محتاج اعود الجسم. ايه اكتر مسكن كويس اقدر اعود بيه الجسم؟ الميه. يعني شرب الميه كتير، الشخص لو بيشرب ميه كتير على مدار اليوم مثلا ده مسكن فعال. طبعا انا مش بتكلم على شخص عنده مثلا روماتيزم ومحتاج ياخد ادويه مسكنه والدكتور كاتبها، انا بتكلم على سوء استخدام برضو المسكنات عن طريق ان الشخص بينزل الصيدليه كل يومين ثلاثه بيشتري شرايط مختلفه من المسكنات وياخدها من غير مراجعه مع طبيب. لكن لو هو في احتياج والدكتور كاتب له ده حاجه ثانيه، ده مش اللي احنا بنتكلم عليه عشان برضو الناس تفرق. طبعا اكيد. فبالتالي ايه تاني ممكن يبقى مفيد؟ الاكل. الاكل برضو احنا دايما بنقول في وصفه معينه كده انتي انفلاماتري، يعني مضاد للالتهابات والمسكنات. ايه هي؟ ياكل اكل صحي بعيد عن المسبك. طبعا احنا في الشتاء الموضوع ده صعب شويه. بينام بدري. الشتاء والله يا دكتور اشرق. بس هي فعاله جدا. وياكل الوان كتير على مدار الاسبوع، يعني الوان مختلفه من الاكل، فبالتالي بينوع في اكله. بيشرب ميه كتير، بيبعد عن التدخين، بيحاول يمشي، يلعب رياضه. الوصفه دي ممكن تكون طبعا سهله في الكلام صعبه في التنفيذ، ولكن دي احسن من ان انا اذي الجسم بمسكنات كتير، وخصوصا ان المسكنات هي السبب رقم واحد في قرحه المعده. فقرحه المعده طبعا هي ممكن توصل لغايه ثقب في المعده بسبب ان الشخص بيسيء استخدام المسكنات الانالجيسيك ابيوز. طبعا نقيض بقى، في شخص يقول لا والله انا ما باخدش ادويه بقى خالص، انا بيجيلي برد بخف لوحدي، صداع، اي نوع من انواع الوجع حاسس بيه، لا انا بخف لوحدي، انا ما باخدش ادويه، ده صح ولا غلط؟ تمام، لو هو بيخف فعلا كويس. يعني هو لو الشخص ما بياخدش ادويه على الاطلاق وبيجيله ان هو الفيروسات عموما ليها مدى معين، لو فيروس مثلا، لو برد، البرد ليه مدى معين من الايام وهيخف. احنا بناخد الادويه اللي موجوده مثلا في نزلات البرد، اللي هو بس نزلات البرد مش الانفلونزا، الكومن كولد. بناخد ادويه لتسكين الاعراض مش لعلاج الفيروس. فبالتالي هو لو مستحمل الاعراض، وغالبا الناس دي بتبقى من الناس اللي بيسموها ويل هايدريتد، يعني بيشرب ميه او سوائل كتير جدا، هو مش محتاج ادويه، خلاص مفيش مشكله. لو هو مش قادر يستحمل وبيضغط على نفسه عشان خايف لا يكون الدواء هيعمل له ضرر، لا ده حاجه ثانيه، لا محتاج تاخد دواء مش هيعمل لك ضرر طالما بتاخده باعتدال. دائما كل حاجه باعتدال ما فيش فيها مشكله. هي يعني المشكله كلها يا اما ابيوز بيستخدم كتير قوي، او انه لا يستخدم على الاطلاق وهو محتاج دواء. زي بالظبط كده ان الشخص يقول انا مش هتعالج من السكر او الضغط بادويه عشان خايف اخد ادويه. هي نفس الفكره، لا طبعا مش هينفع. او الناس اللي بتقول طب انا هاخد اعشاب بس، اصل الدواء مضر فانا هروح اخد طب بديل، هروح اخد اعشاب. دي برضو نفس المشكله، يعني الاعشاب يعني بس يعني ملحوظه صغيره للناس، الدواء معظمه جاي من الاعشاب. يعني طالب كليه صيدله ده نص دراسته اعشاب. احنا بنعمل مستخلص من العشب عشان نعمل بيه دواء.
بس الفكرة كلها في التركيزات. أنا بروح غالبا لعطار، بروح لمكان بشتري الأدوية ولا في عليها تركيز ولا في عليها صلاحية ولا هاخدها بمقدار قد إيه. في منها أدوية، في منها أعشاب كتير جدا مضرة لو استخدمت منها كميات كبيرة. صحيح، في ناس بتخيل إن هي عشان أعشاب طبيعية فهي مش هتضر بأي شكل من الأشكال، إيه اللي هيحصل؟ هي دي أعشاب. دايما يقولوا لو ما نفعتش مش هتضر. بالظبط، هي اكشلي اوقات ما تنفعش وتضر، وده شفناه كتير. بلس ان تقريبا في دراسه كانت عملت في امريكا ان كان 50% من الاعشاب اللي بتتباع لوحدها دي عباره عن ادويه مطحونه. يعني هو بيجيب الدواء المسكن يطحنه في العشب، بعد كده يقول لك ده عشب مسكن، فياخده فيلاقي الالم اتسكن، فينبسط يقول لك ده العشب ده كويس. فبالتالي الغش في الاعشاب برضو موجود بكثره. طب هل ده معنى الاعشاب غلط على الاطلاق؟ لا، برضو نفس الكلام. عايز اعشاب، الاعشاب زيها زي الدواء، محتاج ان اللي يكتب عشب ممكن يبقى دواء يعني جواه فيه اعشاب، ممكن يبقى بروبيوتكس ودي موجوده في الصيدليات، ممكن يبقى الاعشاب الموجوده في الصيدليه، او انا رايح لمكان بيبيع اعشاب ولكن هو مكان مرخص، يعني الادويه اللي جواه مرخصه من الدوله، فبالتالي موجود فيها انا باخد ايه بالظبط. وده مهم قوي، ما ينفعش يا جماعه اي حد ياخد باكت هو ما يعرفش اللي جواه، او بياخد مسحوق معين ما يعرفش ايه اللي جواه. مكتوب عليه كل الكونتنت، عليه اكسباير ديت، عليه تاريخ صلاحيه، طريقه الاستخدام، ولو هو مريض ضغط او سكر او اي مرض مزمن لو سمحتوا محدش ياخد اعشاب الا ما يراجعها مع الدكتور، لان في اعشاب كتير بتعلي السكر بتعلي الضغط. صحيح، هو ممكن ما يبقاش عارف او تتعارض مع الدواء اللي هو بياخده. طب اخيرا الادويه المستورده، الدواء ده مستورد، واحنا ممكن في ادويه بتبقى معروفه يعني بالنسبه لنا هي معروفه والنون مستورده عارفينها، في ادويه ما نعرفش عنها حاجه بس والله يا فندم الدواء ده مستورد. امتى اعرف ان الدواء ده المستورد ده يكون دواء سليم او ابتدي اقلق منه او مغشوش؟ ايه اللي المفروض اعرفه؟ تمام، خلينا نقول في دواء مستورد مرخص عليه ترخيص وزاره الصحه، ده مفيش منه مشكله، ده بيتباع رسمي في الصيدليات. في ادويه مستورده غير مرخصه. دايما انا السؤال اللي بسال نفسي هو الدواء ده دخل ازاي؟ دي اكبر مشكله عندي. الدواء ده غالبا دخل متهرب. اتهرب ازاي بقى؟ الادويه دايما ليها درجه حراره. لو عليت عن درجه حراره الحفظ للدواء، الدواء نفسه فقد جزء يا اما من صلاحيته يا اما فقد الماده الفعاله يا اما ممكن في بعض الاحوال بقى مضر. هو غالبا بيتخزن في عربيه داخله على الحدود، بيتخزن في عربيه مثلا في شنطه واتحطت في الشمس ساعات كتيره، طريقه التخزين بتكون مش سليمه، فغالبا الشمس ودرجه الحراره بوظت الدواء. فلو انا بشتري دواء مستورد غالبا ممكن يبقى 5-6 اضعاف سعر الدواء اللي في مصر، ممكن كمان يكون باخد دواء اتخزن غلط وبايظ. الحاجه الثانيه، هل انا متاكد ان الدواء ده اصلي ولا لا؟ ودي صعبه جدا المواطن يعرفها، يعني غالبا الصيادله وصيادله متخصصين هم بيبقوا عارفينها، ولكن العلبة دي فيها حتة في الحبر غلط، غالبا العلبة دي متقلدة. فأنا برضو حاطط نفسي في ريسك إن أنا ممكن أشتري دواء بألافات، وأوقات الأدوية دي بتبقى غالية، وفي نفس الوقت الدواء ده يبقى متقلد، وسوق المتقلد والأدوية البايظة مؤخرا على مستوى العالم زاد بطريقة غير طبيعية، إحنا بنتكلم في مليارات الدولارات، بزنس كبير جدا، أدوية مغشوشة. فأنا برضو مش عايز أحط نفسي في الريسك ده. الدواء المصري أنا عارف هو طالع، الدواء إحنا أحسن دواء موجود في افريقيا الشرق الاوسط كمصانع، احنا بنصدر لافريقيا، احنا اقدم دوله بتصنع ادويه، فاحنا ما عندناش فعليا مشكله في الدواء، محتاجين بس شويه تراست. هي دي حقيقه عامه، يعني احنا فعلا بيبقى عندنا بس عقده زي ما قلت عليها، عقده الخواجه. يس بالظبط. الدواء ده مستورد فاكيد الدواء ده كويس. احسن. طيب قبل ما نختم برضو احب اعرف لحضرتك دلوقتي وضع كورونا بالنسبه لنا ايه؟ الادوار البرد اللي موجوده دي لسه برضو في ناس تقول لا ده البرد، ده برد، لا ده كورونا، حتى ممكن حد يقول مش هروح اعمل بي سي ار او مش هعمل حتى اي تيست اتاكد. تمام، هو طبعا على مستوى العالم احنا في نص موجه بس عدينا الذروه، يعني احنا تقرير شهر يناير طلع، وتقرير شهر يناير كان فيه 20 مليون اصابه جديده، فرقم عالي طبعا، ولكن الحمد لله وفياتها قليله، تقريبا 14000 وفاه في شهر كامل، فده رقم قليل. احنا في مصر يعني ابتدينا نسمع ناس حوالينا ابتدى يجي لهم كوفيد، ولكن زي ما احنا شايفين اصابات منتشره ولكن الاعراض بتاعتها خفيفه، دخول مستشفى نادر، وفيات نادره، فالحمد لله. ولكن الفئات اللي فيها وفيات هي دي الفئات مثلا اللي محتاجه ان هي تاخد الجرعه المنشطه. الفئات دول هم برضو دايما بنقولهم كبار السن، اصحاب الامراض المزمنه والمناعيه، وكوادر الطبيه. الوفيات اللي موجوده على مستوى العالم موجوده في الفئات دي، خصوصا اللي فات عليهم اكتر من 6 شهور من اخر جرعه،
فدول اللي لازم ياخد جرعه منشطه. بقيه الناس انا شايف ابتدى لو مناعتهم كويسه بياخدوا ادويه كويسه ان شاء الله الموضوع هيعدي، وهي الموجه دي ان شاء الله تتكسر في مارس باذن الله. ان شاء الله حضرتك تنصح انه كبار السن اصحاب الامراض المزمنه لو عدى على ميعاد التطعيم 6 شهور اخر جرعه 6 شهور يتلقى الجرعه الاخرى، صح كده؟ الجرعه المعززه. جرعه معززه. طيب طبعا انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور اسلام عنان، دايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر. ميرسي يا جماعه، ربنا يخليك. دكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، بشكرك يا فندم جزيل الشكر. شكرا، صباح الخير. صباح النور. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده ان شاء الله. صباح الخير يا مصر هيكون معاكم بكره في نفس الميعاد. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وجمعه مباركه. صباح الخير يا مصر.